أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هندرس موضوع مهم وهو السيريبرال سيركوليشن بتوابعه، وهي هندرس السيريبرال سباينال فلويد، البلاد برين بارير، السيركوليشن بتاعة البرين، والبرين ميتابوليزم. فنتوكل على الله ونبتدئ الأول ندرس البلاد فيسلز. في الفيسلز بنحب ندرس ثلاث نقط، الارتيريال سبلاي. فالارتيريال سبلاي بتاع البرين بيتغذى من حاجة اسمها السيركل اوف ويلس، اللي هي زي ما احنا شايفينها مع بعض باللون الاحمر، وهي بتتكون من التو انترنال كاروتيد ارتريس، ودول الموست سيجنيفيكانت، يعني دول اللي بيدونا معظم الدم بتاع السيركل اوف ويلز، وكمان من حاجه اسمها بازيلر ارتري اللي هو ناتج من اتحاد التو فيرتبرال ارتريس. يبقى تو انترنال كاروتيد ارتريس دول مهمين، والبازيلر ارتري اللي جاي من التو فيرتبرال ارتريس. بعد كده السيركل اوف ويلس بتغذي البرين عن طريق، في هنا عندي تو انتيرور سيريبرال ارتريس، تو ميدل سيريبرال ارتريس، اند تو بوستيرور سيريبرال ارتريس. هنا في نقطه مهمه جدا نحب ناخد بالنا منها، الا وهي ان لو حصل اوكلوجن في وان اوف ذا انترنال كاروتيد ارتريس، حصل فيها اوكلوجن، الريزلت بتبقى اسكيميا وانفاكشن اوف بارت اوف ذا برين، يعني حته في البرين بيقل الدم بتاعها اسكيميا وانفاكشن، يعني هتموت. ده ليه؟ لان الانستموتيك شانلز دو نوت بيرميت فيري لارج فلو، يعني ما فيش انستموزس كويس في الهارت، وعلى فكره ونفس الكلام في البرين، ونفس الكلام في الهارت. يعني عشان نفتكرها، التو فايتال اورجانز اللي هم بيقولوا ان احنا ما زلنا احياء، القلب والمخ، لو حصل اوكلوجن في احد الفيسلز مفيش انستموزس بيعوض، النتيجه بتبقى الحته لما يروحلهاش الدم هيحصل لها اسكيميا، نقص في الدم، وانفاكشن، هتموت. طيب ننتقل لل فينس. هنا بنقول ان الديب فينز والديورال ساينسز مينلي كلهم بيروحوا للانترنال جاجولار فين في النك، الانترنال جاجولار فين في النك. نيجي بقى للكابيلرز. طبعا الكابيلرز دي انا طول عمري اقول لكم ان دي الموست امبورتنت فيسلز في السيركوليشن. ليه؟ لان غايه السيركوليشن انها تدي نيوترينتس وجاسز وتريموف الويست برودكتس. الاكتشينج ده بيحدث فين؟ مين الاكتشينج فيسلز؟ هما كابيلري فيسلز. هنا الكابيلرز وضعها كالاتي: الكابيلرز بتاعت الكورويد بلكسسز، الكورويد بلكسسز دي اللي هي موجوده في الفنتريكلز. احنا هنعرف بعد شويه ان البرين فيه اربع فنتريكلز، يعني في يعني الهارت فيه تو فنتريكلز، انما الفنتريكل فيه فور فنتريكلز. جواها في حاجه اسمها كرويد بلكسس، جواها في كابيلرز. الكابيلرز بتاعت الكرويد بلكسس اللي موجوده في فراغات القلب الفنتريكلز دي، هي دي اللي بتعمل السيريبرال سبينال فلويد. وعليه ففي جاب بتوين الاندوثيليال سيلز اوف ذيس كابيلرز. بس خدوا بالك، طب الكابيلرز دي بتعمل السيريبرال سبينال فلويد زي ما هنشوف هنتكلم عليه، بس احنا مش عاوزين اي حاجه تعدي للسيريبرال سبينال فلويد والبرين. فعشان كده الكابيلرز فيها جاب جانكشن عشان تطلع فلويد كتير، بس الكورويد ايبيثيليوم اللي حواليها اللي بتسيبريت ذيم فروم ذا سنترال نيرف سيستم فيها تايد جانكشنز. هنشوف الكلام ده مع السيريبرال سبينال فلويد. بينما بقيه الكابيلرز اللي هي في البرين سبستانس دي مش محوطه بقى بكورويد بلكسس، مش محوطه بكورويد ايبيثيليوم فيها تايد جانكشن، فهي اوريدي نفس الكابيلرز دي بتاعت البرين سبستانس فيها تايد جانكشنز ما بين الاندوثيليال سيلز. التايد جانكشنز ده
او الجانكشنز دي مهمه جدا لان هي دي اللي بتفصل البرين والسيربروسبان فلويد عن الدم، عشان مش اي حاجه في الدم تدخل للبرين، البرين ده فيري سنسيف. فالبرين محمي بطريقتين، الكابيلرز بتاعت البرين سابستنس نفسها فيها تايت جانكشنز، طب والكابيلرز بتاعت الكرويد بلكسسز اللي هيتعمل فيها السيربروسبان فلويد محميه بالابيثيليوم بتاعت الكرويد بلكسسز ان هي فيها تايت جانكشنز. وعليه تعالى نتفرج، احنا نشوف الاتي. احنا عندنا في فيو فيسيكلز ان ذا اندوثيليوم بتاعت الكابيلرز، في فيو فيسيكلز. طب يبقى اذا لطالب ذكي يبقى الفيزيكولار ترانسبورت اللي هو بيتم عبر الفيسيكلز هيبقى ليتل، لان في فيو فيسيكلز في الاندوثيليوم يبقى ليتل فيزيكولار ترانسبورت. طيب بينما الابثيليوم دي فيها مالتيبل ترانسبورت سيستمز، وده مهم جدا عشان احنا عارفين الجلوكوز اللي هو الغذاء الاساسي بتاع البرين ده ما بيتنقلش الا على ترانسبورتر، يعني بيبقى متشال على بروتين حامل ليه، فعشان كده في مالتيبل ترانسبورت سيستم في الكابيلاري سيلز. البرين كابيلاريز ار سراوندد، البرين كابيلاريز دي بالاند فيت بتاع الاستروسايتس. استروسايتس يعني خلايا نجميه، سايت يعني خليه، واسترو يعني نجمي. على فكره الاستروسايتس دي سؤال ام اس كيو، دي اكثر الخلايا عددا في السنترال نيرف سيستم الاستروسايتس، محوطه الابيثيليوم بالاند فيت بتاعتها. طب ايه الاند فيت ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيطلع مواد، الاستروسايتس دي تعمل فازو كونستريكشن وفازو دايلتيشن في الكابيلاريز دي، المايكرو سيركوليشن، عشان تكنترول البلاد برين بارير. دي مقدمه يعني ما بعتبرهاش هامه جدا، مش مهمه قوي يعني، هناخدها في عجاله. ننتقل بعد كده للانرفيشن. زي ما قلنا اتكلمنا على الفيسلز ثلاث نقاط، ونحب نظام جدا اللي هو اتكلمنا على الارتيريال سبلاي والفينس سبلاي واهمهم الكابيلرز المتاتة. الانرفيشن عندي ثلاث نقط برضو، في 3 سيستمز اوف نيرفز انرفيت البلاد فيسلز. البلاد فيسل اللي اتكلمنا عليها دي انرفيتد ب 3 سيستمز اوف نيرفز. طبعا انت متخيل في عندي سمباثيتك بوست جانجليونيك نمره واحد، يبقى سمباثيتك، وفي بارا سمباثيتك بوست جانجليونيك، وفي سنسوري نيرفز، يبقى ثلاثه سمباثيتك وبارا سمباثيتك وسنسوري. نبتدي بالبوست جانجليونيك سمباثيتك نيرونز. في كل واحده هتكلم عن نقطتين، منتهى النظام السيل بوديز موجوده فين بتاعت البوست جانجليونيك سمباثيتك نيرونز، والكيميكال ترانسميترز بتطلعها. احنا عارفين يا شباب ان في الاوتونوميك ان بنحرص ان الجانجليا تبقى اقرب ما يمكن للاورجان اللي هنغذيه. ليه؟ لان البوست جانجليونيك نيرون ده مش كويس، ده بيبقى سي فايبرز امايلينيتد سلو، فاحنا عاوزين نقصره ما امكن. اللي حلو هو البري جانجليونيك ده اللي بيبقى مايلينيتد وبيبقى بي فايبرز وبيبقى سريع. فعشان كده لاحظ يعني عاوزين كل حاجه ناخدها بالتفكير، ان تملي الجانجليا بنحطها اقرب ما يمكن للاورجان اللي عاوزين نغذيه. طب في حاله السيمباثيتك، السيمباثيتك بيطلع من السيمباثيتك تشين، يبقى اللائق ان انهي جانجليا تغذي البرين تبقى اعلى جانجليا اللي هي السوبيرور سيرفايكال جانجليا، هي دي اللي فيها السيل بوديز بتاع السيمباثيتك بتاع البرين، هي اقرب واحده، اول واحده في السيمباثيتك تشين. وبنفس المنطق في الباراسيمباثيتك، الباراسيمباثيتك ده احسن بقى، الجانجليا مش هنا، الجانجليا جوه الكرينيوم، اسمها سفينو بالاتاين جانجليا. ليه سموها سفينو بالاتاين؟ سفينو جاي من كلمه سفيرو يعني كوره، وبالاتاين يعني زي البليت، عارف يعني كوره في صح، سفينو، ما انت لو فاهم الاسم بتقدر تفتكره، سفينو بالاتاين جانجليا موجوده جوه. عشان كده حتى الباراسيمباثيتك البوست جانجليونيك بتاعها اقصر من بتاع السيمباثيتك، وعشان كده بتيجي سؤال ام اس كيو ان البوست جانجليونيك باراسيمباثيتك كان سؤال اوتونوميك بيبقوا شورت، واحنا قلنا ليه عاوزين نخليهم شورت؟ لانه وراء الخلق خالق، لان هم دول اللي بيبقوا سي فايبر، بيبقوا امايلينيتد وبيبقوا بطاء. اما السنسوري جانجليا هي الترايجيمينال جانجليا، احنا عارفين الترايجيمينال نيرف هو السنسوري نيرف اوف ذا هيد اند نك، فيبقى الترايجيمينال جانجليا. يبقى كده اتكلمنا على الجانجليا، في حاله السيمباثيتك سوبيرو سيرفايكال جانجليا، في حاله الباراسيمباثيتك موجوده في السفينو بالاتاين جانجليا، في حاله السنسوري بيبقى الترايجيمينال.
نتكلم على النقطة الثانية وهي الكيميكال ترانسميترز. في حالة السيمباثيتك كنا خدنا في الاوتونوميك نيرفس سيستم ان الكيميكال ترانسميتر هو النور ابينفرين، النور ادرينالين. هنا هنزود حاجة بقى. شوف ميني نيرونز من البوست جانجليونيك نيرونز بتوع السيمباثيتك كونتين ازوال حاجة اسمها نيوروبيبتايد واي. والنيوروبيبتايد واي ده سؤال ام اس كيو لان ده بيعمل فازو كونستريكشن في الفيسلز. طيب بينما الباراسيمباثيتك بوست جانجليونيك نيرونز، طبعا احنا عارفين بتطلع ايه الباراسيمباثيتك بوست جانجليونيك نيرونز، دي بتبقى كولينرجيك بتطلع استايل كولين. لكن برضو مرة تاني ميني نيرونز بتحتوي كيميكال ترانسميترز تانية. في حالة السيمباثيتك كان نيوروبيبتايد واي، في حالة الباراسيمباثيتك ودي اسئلة ام اس كيو، فازو اكتيف انستاينال بيبتايد دي واحدة، وبعدين اللي هو البي اتش ام 27 ودي اختصار بيبتايد هيستيدايل ميثيونين، يبقى بيبتايد هيستيدايل ميثيونين 27. I think 27 دي حسب ذاكرتي بتعني ان البيبتايد ده فيه 27 امينو اسيدز، ده الرقم 27 حسب يعني ما اتذكر. وبعدين نيجي بقى للسنسوري نيرفز، ودول بيغذوا اساسا الديستال ارتز. الباراسيمباثيتك نيرفز بتغذي اللارج ارتز، السنسوري نيرفز الديستال ارتز. وطبعا ليه في سنسوري نيرفز؟ ايه الاحساس اللي بيتولد في البرين؟ احساس واحد بس اللي هو البين، اللي هو بيبقى في صوره هيديك. قلنا طبعا السيل بوديز في التراجمينال جانجليا. الكيميكال ترانسميترز هما بين، بين يبقى سبستنس بي بتاعت البين دي هناخدها في السنترال نيرفس سيستم، ونيوروكاينينز ايه، والكالسيتونين جين ريليتد بيبتايد، يبقى سبستنس بي نيوروكاينين ايه والكالسيتونين جين ريليتد بيبتايد. طيب نيجي بقى النوتس. احنا قلنا هو الانرفيشن ده كله للبرين رايح ليه؟ هم اساسا الثري سيستم اوف نيرفز دول بينرفيت البلاد فيسلز، اللي هو قلنا سؤال ام اس كيو في حاله السنسوري بيغذوا الديستال ارتز، في حاله الباراسيمباثيك اللارج ارتز بيغذوهم. في بعض الترانسميترز تعمل فازو دايليتيشن والبعض بيعمل فازو كونستريكشن. انا ممكن احفظها لكم بطريقه اسهل، هو النيوروبيبتايد واي هو الوحيد اللي بيعمل فازو كونستريكشن، خلاص يبقى الباقي بيعمل فازو دايليتيشن، اللي هو مين؟ سبستنس بي والكالسيتونين جين ريليتد بيبتايد والفازو اكتيف انستاينال بيبتايد والبيبتايد هيستيدايل ميثيونين 27. وعلى فكره بس عندي مش مهم قوي، البيبتايد هيستيدايل ميثيونين ده معمول من الفازو اكتيف انستاينال بيبتايد، عشان كده حتى هتلاقيهم هما الاثنين مع بعض في الباراسيمباثيتك لان هما ريليتد لبعض. يعني ده معمول من البري برو فازو اكتيف انستاينال بيبتايد، البي اتش ام معمول من البري برو فازو اكتيف انستاينال بيبتايد، عشان كده هما الاثنين تحفظوا مع بعض، دول بيبقوا في حاله الباراسيمباثيتك. قلنا كلهم بيعملوا فازو دايليتيشن، انت خليك ذكي وانت بتحفظ، انت تحفظ واحد، الوحيد اللي بيعمل فازو كونستريكشن النيوروبيبتايد واي، يبقى الباقيين كلهم بيعملوا فازو دايليتيشن. دي كانت مقدمه مش لطيفه قوي ولكن فيها بعض اسئله الام اس كيو. ننتقل بقى للكلام المهم، فنبتدي باول موضوع مهم وهو السيريبرو سباينال فلويد. سيريبرو سباينال فلويد هنتكلم عليه زي ما انت شايف 9 نقط. انا بقول البرين ده، البرين هو الحياة بشقائها وهنائها. يعني احنا حاسين الحياة بالبرين، البرين ده اهم حاجة عندنا. يعني تخيل واحد البرين مش شغال فيه يبقى جثة هامدة، الارض شغال النفس بس مش قيمة، مفيش حياة. الحياة هي البرين. هذا البرين وكلنا عارفين حتى شيء شفنا البرين العادي المخ ده very fragile tissues. فالسنترال نيرفس سيستم اللي هو اهمه البرين والسبان كور، ربنا عشان يحافظ عليهم حطهم في بوني كونتينرز اللي هو السكال محطوط فيها البرين والفيرتبرال كولم محطوط فيه السبان كور. طب دلوقتي في مشكله، تخيل حاجه فيري فراجايل محطوطه في بون، في حاجه جامده زي بيضه ايج محطوطه في ميتال كونتينر، يعني حاطط بيضه
في 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 صندوق معدن، اي خبطه تتكسر. الا اذا الا اذا الا اذا حطيناها في كوشن اوف ووتر، ووتر باث. تخيل لو بقى البرين ده عايم في ميه جوه السكال، يبقى صعب ان يحصل الهيد تروما تتاثر فيه. عاوز هيد تروما جامده قوي عشان البرين يتاثر، يمكن لازم تروما تكسر السكال. شوف العظمه اللي هي كل شيء يدل على انه وراء الخلق خالق. فالفكره الاساسيه من السيريبرو سبانال فلويد هو ان البرين اللي هو مرتبط قلنا بالحياه بهنائها وشقائها، اللي هو فيري فراجايل، يبقى محطوط في وسط حمام مائي، مخده مائيه عشان خاطر تقيه من التروما اللي ممكن تحصل هنا. ونفس الكلام في السباينال كورد حواليه سيريبرو سبانال فلويد. ده مش بس من بره، ده موجوده كمان. شوف العظمه في الحفاظ من جوه. يعني جوه الفينتكل في اربع فراغات، اربع فينتكلز جواها سيريبرو سبانال فلويد. ونفس الكلام في السباينال كورد، في السنترال كانال فيها سيريبرو سبانال فلويد. يعني ميه من حول من الخارج وميه من الداخل، وفي الاخر محمي ببوني كونتينر للسكال والفيرتبرا كلها. عظمه عظمه في الحفاظ على الاشياء، مش مصادفات الاشياء دي. طيب نبتدي بقى بعد ما خدنا المقدمه دي ندرس السيريبرو سباينال فلويد. فانا قلت ان احنا عاوزين نعرف عن هذا السيريبرو سباينال فلويد النقاط التسعه الاتيه. حب النظام قوي. اول نقطه السايت موجود فين؟ احنا قلنا موجود في برين فينتريكلز من جوه والسب اركنويد سبيس، اهي الرسمه بتاعتها. يبقى ده السب اركنويد سبيس، شوف محوط البرين، شوف العظمه، ومحوط السباينال كور، برين ستيم وبعدين السباينال كور، وجوه كمان في فلويد في الاربعه فينتريكلز بتوع البرين اللي هم التو لاترال فينتريكلز، الليفت والرايت لاترال فينتريكلز، والثيرد فينتريكلز والفورث فينتريكل. الاول برضو انا بحب التدقيق، لانه عشان نفتكر معلومات لازم ندقق فيها. احنا من ضمن الحمايات اللطيفه برضو بتاعت البرين انه محطوط في بعد البوني، يعني عشان ما يبقاش دايركتلي كده البرين محطوط على البون، فربنا مغلف البرين بثلاث اغلفه اللي هو الديورا ماتر والاركنويد ماتر والبايا ماتر. انا عاوزكم تعرفوا معنى الكلمه ديورا ماتر، يعني الام الجافيه لانه قوي، الديورا يعني جافي قوي. الاركنويد معناها العنكبوتي، والبايا يعني البايا ماتر يعني الام الحانيه. يبقى اول واحده الام الجافيه اللي هي الديورا، واخر واحده اللي هي البايا ماتر، وما بينهم العنكبوتيه. طب الفلويد موجود فين بقى؟ بص في السب اركنويد، يعني تحت الاركنويد، سب اركنويد سبيس اللي هو ما بين الاركنويد وما بين البايا ماتر، عشان ده سؤال ام اس كيو. يبقى محوط من الخارج البرين والسباينال كورد. والعظمه انه كمان يعني الحمايه مش بميه بس من الخارج ما بينها وما بين السكال والفرتبرا كولم، وفي ميه تاني في الداخل في الفنتكلز والسنترال كانال. يبقى ده اتعلمنا اول نقطه في التسعه اللي هي السايت. موجود فين السيريبرو سباينال فلويد ده؟ السيريبرو سباينال فلويد موجود في البرين فنتكلز وفي السب اركنويد سبيس. النقطة الثانية عد معايا تسع نقط. الفوليوم 150 مللتر، 150 مللتر. النقطة الثالثة الريت اوف فورميشن، معدل التكوين 550 مللتر بير داي، 550 مللتر بير داي، يعني تقريبا نص لتر. طب هو 150 سنتي واحنا في اليوم بنعمل 550، يبقى بيتم تغييره كم مرة؟ يبقى التيرن اوفر بير داي أكثر من ثلاث مرات، 3.7 تايمز. الأرقام دي مهمة جدا يا أولاد. يبقى خلصت أول ثلاث نقط، سايت والفوليوم وريت أوف فورميشن. أوعى تنسى الفوليوم 150، الفوليوم 150، وريت أوف فورميشن 550، 550 بير داي، يعني بيتغير ثلاث مرات 0.7. هاجي بقى أخد ثلاث نقط اللي بعديهم، برضه أحب النظام قوي متعلقين ببعض، حتى أشوف حاطهم لك بخط مع بعض. فورميشن وبعدين سيركيوليشن وبعدين ابزوربشن. فورميشن بيتعمل فين بقى؟ تعال نفرق. بيتعمل اساسا في الفنتريكلز اهو، في الاربعه فنتريكلز دول. طب فين في الفنتريكلز؟
بالكابيلرز. ما هو طبعا فلويد هيجي منين؟ هو هيجي من الفلويد بتاع البلط اللي هو من خلال الكابيلرز. اللي موجوده فين الكابيلرز دي؟ في الفنتكلز، في حاجه اسمها كورويد بلكسس اللي عاملها لك النقط الحمراء دي. يبقى معظم السيريبرو سباينال فلويد اللي هو 50-70% من السيريبرو سباينال فلويد بيتعملوا في الكابيلرز بتاعه الكورويد بلكسس بتاعه الفنتكلز. بقول لك حاجه، خاصه اللاترال تو فنتكلز. يعني مين اكتر اللي هو قلنا في البدايه، يبقى معظم الفلويد 50-70% بيتعملوا بالكرويد بلكسسز اللي موجوده في الفنتريكلز الاربعه، خاصه اللاترال تو فنتريكلز. ده المكان اللي بيتعمل فيه. طب والباقي بقى، بقيه بعد ال 30% اللي فاضلين او ال 50-30% بيتعملوا برضو بكابيلرز بس موجوده في اللاترال وول اوف ذا فنتريكلز، يعني مش في الكرويد بلكس. يعني في النهايه كله بيتعمل بكابيلرز في فنتريكلز، الكابيلرز على الفنتريكل المعظم موجود في الكرويد بلكسسز، والعدد اخر موجود في اللاترال وول. طيب السيريبرال سبينال فلويد از فورمد كونتينوسلي بالكرويد بلكسس ان تو ستيجز، بمرحلتين حتى احنا متوقعينهم. الاول باسيف، يعني البلازما بترشح من الكابيلرز باسيف بدون انرجي، بدون اي تي بي فلتر فروم ذا كرويد كابيلرز. بس بنلاحظ حاجة مهمة جدا، لو كان الموضوع باسيف مجرد فلتريشن بس كان هيبقى تركيب السيريبرو سبينال فلويد مشابه تماما لتركيب البلازما بتاعة البلد فيما خلى البلازما بروتينز. لكن حقيقة الأمر، حقيقة الأمر ان السيريبرو سبينال فلويد تركيز الأيونات فيه مختلف عن تركيزها في البلازما، لانه محطوطه بتركيزات معينه انسب لوظيفه البرين. طب عشان تخلي تركيز الايونات مختلف في السيريبرال سبينال فلويد عن البلاد بلازما، يبقى لازم العمليه تبقى اكتف، في اكتف كنترول اوف سيريبرال سبينال فلويد. خلاص، ده بيتحكم في ايه الاكتف ده؟ في الكومبوزيشن وفي الكوانتيتي اوف سيريبرال سبينال فلويد. فبنلاحظ مثلا ان البايكربونات والكلورايد والبوتاسيوم اينز بيدخلوا السيريبرال سبينال فلويد عن طريق شانلز اهي. شانلز دي موجوده فين؟ في الابيكال ميمبرين بتاع الابيثيليال سيلز اهو، دي الابيثيليال سيلز بتاعت الكرويد، ده الابيكال ميمبرين يعني في الابيكس، فبيخرجوا من خلال شانلز بعمليات اكتف. طب والميه؟ الميه برضو بتبقى سكريتد عن طريق حاجه، فيا حاجه اسمها اكوا بورنز. اكوا يعني ميه، وبور يعني ثقب، ثقوب الميه، عشان خاطر to balance the osmotic gradients، لان انت عندك في ions فبيشدوا وراهم ميه، بس ال ions طلعوا من channels عند the apical membrane of epithelial cells، انما الميه طلعت من channels ثانيه، من ثقوب ثانيه اسمها aquaporins. في الخلاصه يبقى في المالتيبل تشويس كويشن، cerebral spinal fluid is formed both افتح ودنك passively and actively. لو كانوا passive بس كان هيبقى الكومبوزيشن بتاع السيريبرال سبينال فلويد اكزاكتلي سيميلر زي البلاد بلازما، لكن هو مختلف عنه في الايونات حسب بتركيز معينه تفيد وظائف البريد، فعشان كده في اكتف كنترول، فهو بوث باسيف اند اكتف. ده الفورميشن. تنتقل للسيركوليشن. السيركوليشن بسيط خالص، ان احنا قلنا اتعمل في الفنتريكلز اهو، الاربعه فنتريكلز، من الفورث فنتريكلز بقى بيروح للسب اراكنويد سبيس عن طريق ثلاثه اوبننجز، اللي هو الفورامين اوف، الفورامينز اوف بنقول عليها اللي هي لوشكا، دي موجوده لاترالي لوشكا، والماجنتي موجوده ميدالي. يبقى الفورامين او الفورامينا اللي هي موجوده او الاوبننجز اللي في الفورث فنتريكل ثلاثة، في اثنين لاترال وفي واحدة ميديال. بعض الناس بيقولوا ان في أربعة اوبننجز مش ثلاثة. هاويفر خلينا نركز في معظم التكست بوكس، الاثنين اللاترال اللي هم اسمهم لوشكا، والواحدة اللي في النص اسمها ماجندي. واحد يقول لي طب نحفظهم ازاي؟ عندي طريقة لطيفة. لو عندك قوة ملاحظة لاحظت ان اللاترال بحرف ال هي اللوشكا بحرف ال، بينما الميديام اللي هي
بتبقى الماجندي بحرف الام اهي الماجندي دي ميديال انما اللوشكا بتبقى لاتر ويروحوا منها للسب اركنويد سبيس. طيب نيجي الابزوربشن بقى. طب هم راحوا للسب اركنويد سبيس يبقى انا اتوقع ان الابزوربشن هيحصل في السب اركنويد سبيس بواسطه حاجه يعني اسم على مسمى في السب اركنويد سبيس بحاجه اسمها اركنويد فيلاي. اركنويد فيلاي بيتم امتصاصهم ويروحوا في الاخر زي اي فلويد بيجي من السيركوليشن ويبقى دريند للسيركوليشن فجه من الكابيلرز وراح للسيركوليشن عن طريق الاركنويد فيلاي اللي بتوديهم لل اهي. بص بقى انا اوريك الصوره اركنويد فيلاي هي اللي هي النقط السوداء دي اللي هتوديها للسيريبرال ساينسز للسيريبرال ساينس. يبقى تعال اقولها لك بطريقه لطيفه قوي الثلاث نقط دول فورميشن سيركوليشن اند ابزوربشن. قبل ما اقول الابزوربشن ده بيتم بعمليه اسمها بالك فلو بيبقى يوني دايركشنال يعني من السيريبرال سبينال فلويد تو ذا بلاد مش العكس يوني دايركشن. دي نقطه مهمه في الام اس كيو وبالبالك فلو. اقولها لك بطريقه سهله الثلاث نقط دول. يبقى هم بيتعملوا في الفنتكلز بالكابيلرز بتاعت غالبا الكورويد بلكسس اللي هي النقط الحمراء دي 50-70%. وبعدين السيركوليشن ينتقلوا من الفنتكلز الفورس فنتكل للسب اركنويد سبيس عن طريق الثري اوبننج التو لاترال اسمهم لوشكا فورامينال والسنترال اللي هي عباره عن ماجندي فورامين. خلاص يبقى قلناها اللوشكا لاترال اللي مع ال والماجندي ميديال. وبعدين يروحوا فين؟ للسب اركنويد سبيس حيث يتم امتصاصهم بالاركنويد فيلاي ويروحوا للسيريبرال ساينس. وهنا خد بالك بقى ام اس كيو يوني دايركشنال وبحاجه اسمها بالك فلو. يبقى اقولها تالت اتعاملوا في الفنتكلز بالكابيلرز بتاعت الكرويد بلكسسز خاصه بتاعت اللاترال فنتكل اساسا يعني. وبعدين انتقلوا بالفورس فنتكل عن طريق ثلاثه اوبننج اثنين لاترال وواحده ميديال للسب اركنويد سبيس ده السيركوليشن. وفي السب اركنويد سبيس تم امتصاصهم بالاركنويد فيلاي عشان يروحوا لل Cerebral sinuses بالبالك فلو اللي هو يوني دايركشن. يبقى خلصنا ست نقط. ننتقل للثلاث نقط اللي فاضلين اللي هي كومبوزيشن. مشابه ذا سيم از برين انترستيشال فلويد. زي البرين انترستيشال فلويد اللي هو الاكسترسيشال فلويد. خلاص؟ بس خد بالك بقى ان احنا قلنا البرين انترستيشال فلويد والسيريبرال سبان فلويد دول مختلفين عن البلازما. فهم متفقين في ايه؟ ما احنا قلنا العمليه اكتف، متفقين في اشياء ومختلفين في اشياء، فاقولها برضه بطريقه منظمه. في حاجات تركيزها زي بالظبط التركيز في البرين انترستيشال فلويد اللي هو الاكسترسيشال فلويد. اللي هو طبعا نتوقع الاوزموناليتي، طب ومين اهم اين مسؤول عن الاوزموناليتي؟ الصوديوم، يبقى بالتبعيه الطالب الذكي ادام متساويان في الاوزموناليتي يبقى متساويان في الصوديوم، وكمان البايكربونيت. دي الحاجات المتساويه ودي نقطه ام اس كيو مهمه جدا. طب السيربرال سبان فلويد كونتينز مور ايه؟ مور كلورايد كربون دايكسايد اند كرياتينين. ما اظن عارف ازاي هتفتكرها، ثلاثه فيهم هم بحرف السي بدات بيهم ام مغنيسيوم. يبقى كانوا ذا سيم في الاوزمولاريتي والصوديوم وحطينا معاهم البايكربونيت وفيهم مور كلورايد كربون دايكسايد كرياتينين وحطينا معاهم مغنيسيوم. بينما كل الباقي لس بقى دول كتار فتحفظهم يعني انت تحفظ اول اثنين لانه اقل وتستنتج الثالث فيهم لس بروتين. طبعا ما احنا قلنا الفيزيكولار ترانسبورت ليميتد اما فيش فيسيكلز لس جلوكوز لانه تم استخدامه ده المين فيول اوف ذا برين لس بوتاسيوم لس كالسيوم لس انورجانيك فوسفيت لس يوريا لس يوريك اسيد لس كوليسترول كل ده بيبقى اقل. يبقى وقلنا لازم يعني اوعى في المالتيبل تشويس كويشنز تقول ان الكومبوزيشن بتاع السيربرال سبينال فلويد مشابه للبلاد بلازما. لا لو قال لك هتبقى العمليه باسيف مجرد فلتريشن هو مختلف. مين اللي زي؟ انا اتوقع لازم الاوزمولاليتي بتاع كل الفيوز في الجسم تبقى هي هي. فذا سيم اوزمولاليتي يبقى ذا سيم صوديوم اللي موجود لكنه كمان ذا سيم بايكربونات. طب مور ايه هتفتكرهم ازاي؟ التلاته بحرف السي كلورايد كربون دايكسيد وكرياتينين ومعاهم المغنيسيوم. طب وليس الباقي كله بقى؟ بروتين جلوكوز بوتاسيوم كالسيوم انورجانيك فوسفيت يوريا يوريك اسيد اند كوليسترول.
خد بالك ان ال brain extracellular fluid makes up 15% of the brain volume، بيعمل 15% من ال brain volume، ال brain extracellular fluid. تبقى عارف المعلومة دي، وهي تقريبا زي اللي خدناها قبل كده في معظم الجسم. نيجي للنقطة التامنة، البريشر، وده مهم جدا في تشخيص امراض كتيرة، اللي هو اللمبر سيريبرال سباينال فلويد بريشر. ليه بيسموه لمبر؟ لان احنا بنحط عارف الابرة الباز اللي بنحطها في ظهر العيان، طبعا لازم يبقى تحت لمبر 2 عشان خاطر ما نعورش السباينال كورد، ونشوف ضغط السيريبرال سباينال فلويد. يعني هو ضغطه في السباينال كورد هو نفسه ضغطه، لانه نفسه كله متصل ببعض، فالضغط تحت زي فوق. والعيان بيبقى لاين، دي مهمه جدا، يعني العيان وهو نايم على جنبه، البيشنت از لاينج اون هيز سايد. في هذه الحاله بيبقى البريشر كام؟ 7 ل 18 سنتيمتر ووتر بريشر. طب ساعات بقى لخبطك في الام اس كيو، يجيبها لك 70 to 180 مليمتر ووتر بريشر. يعني بص تمادي في المالتيبل تشويس، ركز في التمييز. يبقى 70 ل 180 بالمليمتر، لكن لو هيقولها بالسنتيمتر، السنتي 10 مليمتر، هتبقى 7 إلى 18 ووتر بريشر. ده امتى؟ لو كان العيان نايم على جنبه، ده الوضع الـ 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 الاكثر شيوعا لما بنحط الابره في ظهر العيان اللي هي اللامبر بانكشر. لكن طبعا لو العيان قاعد هيبقى الضغط اعلى، بس خلينا نثبت، هنقارن كل العيانين وهم نايمين على جنبهم وحاطين اللمبر، بيبقى 70 ل 180 مليمتر ووتر بريشر. طيب خد بالك بقى، الفورميشن السيربرال سبينال فورميشن، سؤال مهم في الام اس كيو، از اندبندنت اوف ذا انترافنتريكولار بريشر، لكن الابزوربشن هو اللي بروبورشنال تو ذا بريشر. انا فاهم انا لو البريشر زاد مفروض اعمل ايه عشان اقلله ما يزيدش؟ اقلل فورميشن وازود الريابزوربشن. حقيقه الامر ان احنا بنظبط البريشر بتاع السيربرال سبينال فلويد فقط بالريابزوربشن، الفورميشن لا يعتمد، ملوش دعوه بالبريشر، بيحصل فورميشن لكميه معينه. طب لو الضغط زاد تزود الابزوربشن، الضغط قل تنقص الابزوربشن. يعني الكنترول دي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو، بيتم مش بالفورميشن، الفورميشن بتاع السيربرال سبينال فلويد ثابت، بيتم عن طريق التحكم في الريابزوربشن. بيقول لك عند النورمال رينج اللي هو قلنا من 70 ل 180، يعني عند مثلا 112 مليمتر ووتر بريشر، بيبقى الفورميشن مساوي تماما للابزوربشن في الافريج بتاعها، اللي هو ما بين 70 و180 يبقى قلنا 112. طب لو نقص البريشر قوي قوي قوي، طبعا عاوز تزوده، يبقى توقف الابزوربشن. ابزوربشن ايه؟ الضغط ناقص، يبقى ما تعملش ابزوربشن عشان يتجمع الفلويد والضغط على تاني، بيتوقف. وده سؤال مهم جدا في الام اس كيو، الري ابزوربشن او الابزوربشن بتاع السيربرال سبينال فلويد عند كام؟ احفظ الرقم، عشان كده كتبناه بالملي متر لان هي الادق، عند 68 ملي متر ووتر بريشر. اهي 68 ملي متر ووتر بريشر ابزوربشن بيستوب. دي النقطة التامنة. النقطة التامنة دي بقى عندنا فيها clinical applications كويسة قوي قوي. انه في هيدروكافاليس، اللي هو يعني الراس اللي مليانة مية، وحتى في الاطفال لما السيربرال سبينال فلويد يزيد، البونز تبقى في الاطفال بتاعت السكال لسه ما لحمتش، فبتلاقي راسه تكبر. يوجد نوعان من الهيدروكافاليس، في عندنا اكسترنال خلاص، او بيسموه يعني كوميونيكيتنج هيدروكافاليس، وفي انترنال في الفنتكل يسموه انترنال هيدروكافاليس او نون كوميونيكيتنج. تعال نشوف كل واحده فيها الوضع بتاعها ازاي. لو قل الري ابزوربشن بتاع السيربرال سبينال فلويد، الري ابزوربشن قل، يبقى هيحصل اكيميليشن اوف لارج اماونت اوف سيربرال سبينال فلويد. غالبا دي هتبقى فين؟ احنا قلنا الابزوربشن الفورميشن كان في الفنتكلز، والري ابزوربشن كان في السب اركنويد سبيس. يبقى لو الري ابزوربشن قل، يبقى الفلويد هيتجمع في الاول اساسا في السب اركنويد سبيس، يعني بره بره، عشان كده سموه اكسترنال
هيدروكيفلس، وفي نفس الوقت ما فيش اوبستراكشن، ده هو الري ابزوربشن بس اللي قال، فيسموه كوميونيكيتنج هيدروكيفلس. النوع الثاني من الهيدروكيفلس لو حصل اوبستراكشن في الفورامنس اوف لوشكا او ماجندي، حصل فيهم اوبستراكشن اور ويذين ذا فنتريكولار سيستم. هنا في الحاله دي بقى الفلويد هيتجمع فين اساسا؟ هيتجمع بروكسيمال تو ذا بلوك، يعني الاوبستراكشن في الفورث فنتريكل يبقى هيتجمع في الفورث والثيرد واللاترال فنتريكلز، يبقى جوه البرين، عشان كده سموها انترنال هيدروكيفلس. وفي نفس الوقت هنا الفنتريكلز مش متصله ببعض لان في اوبستراكشن، فسموه نون كوميونيكيتنج هيدروكيفلس. سو وي هاف تو تايبس اوف هيدروكيفلس، اكسترنال او كوميونيكيتنج بسبب نقص الابزوربشن، نقص الريابزوربشن، وانترنال اور نون كوميونيكيتنج بسبب obstruction. Obstruction النقطة دي مهمة جدا في الامسكيو، يبقى الاكسترنال او الكوميونيكيتنج بسبب نقص الريابزوربشن، انما الانترنال او النون كوميونيكيتنج بسبب الاوبستراكشن. نيجي للنقطة التاسعة وهي الفانكشنز اوف سيريبرال سبان فلويد. انتوا عارفين اهم فانكشن للسيريبرال سبان فلويد قلنا اللي هي ان هو بيشتغل كووتر باث، ك يعني كوشن مخدة، شايف انا حتى رسمها لك اهو. الدائرة الكبيرة دي تمثل السكال، اللون الاصفر ده يمثل البرين، شوف محوط فيه مية حواليه ومية جواه. يبقى اهم وظيفة للسيربرو سبان فلويد اللي هو البروتكتف فانكشنز، the most critical function of cerebral spinal fluid، اهم وظيفة للسيربرو سبان فلويد ان هو بروتكتف فانكشنز، يبقى to protect the brain against the head trauma. طيب البرين عموما في العموم is supported ازاي بقى in the arachnoid او subarachnoid space؟ قلنا اهم حاجة الwater bath of cerebral spinal fluid. تصور وزن البرين 1400 جرام، دي معلومة قيمة جدا تبقى عارفها، وحتى فقط المعلومات العامة الهيومن بينجز بيتميز عن اقرب الايبس اللي هم لينا، اللي هم بيفكروا شويه عمرهم العقلي، زي طفل عنده 2 سنه ونص، سنه زي طفل عنده يعني ايه سنتين ونص، اللي هم 3 حيوانات اللي هم الغوريلا والاورانجوتان انسان الغابه والشمبانزي. الفرق الاساسي بيننا وبينهم ان احنا البرين بتاعنا وزنه فوق 1000 او 1200 جرام، 1400 حقيقة، هما اقل من 1000 جرام، يعني حجم البرين. فاوعى تنسى بقى ده اهم فرق بيننا وبينهم، ان البرين بتاعنا تطور وكبر 1400 جرام، هما تحت 1000 جرام. صور البرين ده لانه عايم في مية بيتصرف كأنه وزنه مش 1400 جرام، كأنه وزنه 50 جرام بس. يبقى الووتر باث اوف سيربرو سبان فلويد بتقلل برين ويت، هو الحقيقه وزنه 1400 جرام كانه وزنه 50 جرام، ودي ارقام مهمه جدا جدا. طب تاني حاجه بتحمي البرين، تخيل ان البرين اللي بيحميه البلاد فيسلز والنيرف روتس، اهو البلاد فيسلز باللون الاحمر والنيرف روتس. تالت حاجه الفاين فايبرس ترابيكولي بتاعت الاركنويد، الفاين فايبرس ترابيكولي، يعني كانه البرين عشان ما يجيش كده وما يجيش كده متربط بثلاث اربطه، فيسلز ونيرفز والترابيكولي بتاعت الاركنويد، ده غير ان في حواليه ميه. انما وعلى فكره كلهم الاستيك، يعني لو جه البرين كده شويه دول هيتشدوا فيرجعوه تاني، طب جه كده شويه دول يتشدوا فيرجعوه تاني. بس زي ما انت شايف في الرسمه ايه اهم بروتكتيف او يعني ميكانيزم، اللي هو ان هو محوط بالسيريبرال سبينال فلويد في السب اركنويد سبيس، وبيحتوي فلويد جوه في الفنتكلز، زائد حاجات تانية بقى اللي هي قلنا البلاد فيسلز النيرف روتس والفاين فايبرس اركنويد ترابيكلي. طيب ابلكيشن لطيف جدا، لو حصل عيان عملنا له بنج نصفي، دخلنا الابره في ظهره وبعدين طلع السيريبرال سبان فلويد كتير، حصل ريموفال للسيريبرال سبان فلويد، يعني شلنا الفلويد ده، يبقى دلوقتي البرين هيبقى معلق على ايه بقى؟ مفيش ميه حواليه، هيبقى معلق على الفيسلز والنيرفز بس.
طب ده النيرف طبعا حساسه جدا للبين، والفيسل اوريدي قلنا عندها سنسوري نيرف حساسه للبين، العيان هيجي له سيفير هيديك. عشان كده دي العيانين بعد ما نعمل لهم السباينال انستيزيا، لو الدكتور بتاع البنج ما كانش كويس كده واستخدم ابره رفيعه جدا وعشان يفقد اقل كميه من السريبرو سباين فلويد، واستخدم ابره تخينه او اضطر يعمل بانكشر اكتر من مره ففقد كميه كبيره من السريبرو سباين فلويد، العام بعد العمليه يجيله ويدعي على الطبيب ده سيفير هيديك، لان في الحاله دي البرين هيبقى معلق على النيرفز والفيسلز وهيجيله هانجز من الفيسلز والنيرفز هيجيله سيفير هيديك. تاني وظيفه لل سيربرال سباين فلويد، السيربرال سباين فلويد اكشلي قلنا انها بتتغير في 150 وبيتم تغييره، مين شاطر فاكر كم مره في اليوم؟ 3.7، لان هم بيتعملوا 550 بينما الموجود 150. فاذا وهم جايين بيتعملوا بيديليفر سابستنس، بيجيبوا لنا مواد حلوه من الدم من نيوترينز وترانسميترز وايفن لو انت واخد دراجز. طب وهم ماشيين بيبقوا ري ابزوربد، بيشيلوا معاهم they receive the waste metabolic products، يعني كأن السيربرال سباين فلويد في البرين زي الاكاسيومر في العين، ده سيركوليشن بيجيب حاجات حلوه بيديليفر سبستانس كويسه زي النيوترينز ومعاها ترانسميترز ومعاها الدراجز، ويشيل حاجات وحشه زي الويست برودكتس. يبقى دول الثري فانكشنز اوف ذا سيربرال سباين فلويد. اهم وظيفه يا مين بقى؟ مين الموست كريتيكال فانكشن؟ لو كتبهم لك الثلاثه وقال لك اختار اهم واحده، بروتكتيف فانكشن، بيحولوا وزن البرين من 140 جرام 1400 جرام 1400 الى كانه كوره صغيره جاست 50 جرامز. فعشان كده بقى الناس تلعب ملاكمه وياخد الشخص يعني لكامات رهيبه في راسه، وبسبب الـ 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 الحمام المائي ده، بسبب المخده المائيه دي لا يصطدم البرين بالسكال ويحصل له تروما ويبقى كراش، ما بيحصلش شيء رائع. طب في حاجات تانية بتحمي البرين؟ اه بس اقل اهميه، الفيسلز والنيرفز اهي قلنا كلها الاستيك، لو جه كده ترجعه تاني الشويه دول، جه الناحيه التانيه دول اللي رجعوه، والترابيكول الفايبرز ترابيكول. لكن ليه وظائف اخرى ان هو بيدي حاجات حلوه، ليفر سبستنس زي النيوترينز والترانسميترز والدراجز، وبيشيل الويست برودكتس. دول التسع نقاط بتوع السيربرال سباين فلويد، واحد من اهم الموضوعات في الطب وبيجي كل سؤال ام اس كيو. نيجي لموضوع لا يقل اهميه وهو البلاد برين بارير. بلاد برين بارير طب كده احسن. طيب احنا قلنا البرين مرتبط بالحياه بهنائها وشقائها، برين مش شغال انت جثه هامده، وقلنا البرين ده فراجايل يعني هش جدا، فعشان كده ربنا حطه في بوني كونتينر اللي هو السكال والسبانال كورد في الفيرتبرال كولم، وحوطهم باغشيه ثلاثه، الديورا الغشاء اللي هو الجافي، والاركنويد اللي هو قلنا العنكبوتي، والبايا اللي هو الحاني، واهم حاجه خلى في السب اركنويد سبيس في ميه حوالين البرين والسبان كورد عشان يحافظ عليها، وميه جوه في الفنتكلز وايفن في السبان كورد موجوده في السنترال كانال. ومعلومات طريفه يعني مش في كل الجامعات بيقولوها، ان في اكتر من 70% من الناس بيبقى السيربرال سباين فلويد متصل بالبيريليمف بتاع الانر اير، ودي ليها تطبيقات اكلينيكيه هنقولها في اوانيها. مش في كل الناس، معظم الناس. ما علينا. طب قلنا البرين المرتبط بالحياه بشقائها وهنائها. ده فيري سنسيف، مش بس ان هو قلنا فراجايل هش، ده حساس جدا. ايفن حساس للتغيرات الصغيره في التركيز الايوني في الدم. فاحنا عاوزين نحمي هذا البرين من دخول مواد ضاره بالدم ليه. عاوزين بارير يفصل البرين عن البلاد. هو ده اللي بنسميه البلاد برين بارير. وده بقى هنتكلم عليه مش في تسع نقط زي السيربرال سباين فلويد، ثمان نقط. احب جدا النظام. عشان بنسميها
المينتال سيت، التهيؤ الذهني، ان انت ذهنك دلوقتي معد ان انا هتكلم في 8 نقط، فبتتابعني خلص نقطه خلص ثانيه وصل السبعه وهكذا، لقوا ان الذاكره بتبقى احسن كتير. فنيجي اول نقطه في نقاط 8 باي ديفينيشن، ما هو البلاد برين بارير؟ هو بارير ذات ليميتس ذا موفمنت اوف سبستنس، بيحد انتقال المواد فروم من الكابيلاري بلاد، من الدم بتاع الكابيلاري لمين؟ تو ذا برين اند سيربرال سباينال فلويد. يبقى فروم كابيلاري بلاد تو برين اند سيربرال سباينال فلويد. لدرجه ساعات ناس يقولوا بلاد برين بارير لو انه بين البلاد والبرين، او بلاد سيربرال سباينال فلويد بارير لو ان بنتكلم ما بين البلاد والسيربرال سباينال فلويد، لكن ما فيش فرق بينهم، هما حاجه واحده. طب ايه رايك انت كده، فكر معايا، هل تفتكر مرور حاجات من السيربرال سباينال فلويد البرين البلاد بنفس الخطوره؟ لا طبعا مش بنفس الخطوره، عشان كده في الام اس كيو movement in opposite direction is more free. الخطر ان حاجه من الدم تدخل المخ مش لطيف، ان النيورو ترانسميتر يسيبوا البرين ويروحوا الدم، بس يعني مش خطيره قوي. فعشان كده movements in opposite direction is more free. سؤال ام اس كيو. طب البلاد برين بارير ده معمول بايه اساسا؟ عارف لما بقول اقول لك قيس بيجي في دماغك ايه؟ ليلى، عنتر، عبله. اما اقول لك بلاد برين بارير بيجي في دماغك حاجه واحده، تايت جانكشن، تايت جانكشن. البلاد برين بارير هو التايت جانكشن ما بين الكابيلاري اندوثيليال سيلز في حاله الكابيلاريز اللي بتغذي البرين سبستنس لسه قايل لنا، لكن الكابيلاريز اللي موجوده جوه الكورويد بلكسسز اللي بتعمل السيربرو سباينال فلويد ما فيهاش تايت جانكشن، بالعكس فيها جابس. طب فين البارير؟ البارير هو في الكورويد ايبيثيليوم اللي حولها، في تايت جانكشن بتاع الكورويد بلكسس ايبيثيليال سيلز. يبقى البلاد برين بارير في كلمه هو، يلا نقولها مع بعض، تايت جانكشن، تايت 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 جانكشن، بتحكتين بحرف السي حتى هم، الكابيلاري والكورويد. الكابيلاري اندوثيليال سيلز في حاله الكابيلاريز اللي بتغذي البرين سبستنس. طب الكابيلاريز اللي جوه الكورويد ايبيثيليوم اللي هي اللي جوه الكورويد بلكسس اللي هي بتعمل السي اس اف، ده بالعكس فيها جاب جانكشن عشان نطلع فيه كتير سي اس اف، بس محميه ان حواليها الكورويد ايبيثيليوم نفسها فيها تاي جانكشنز. النقطه الثالثه الترانسبورت. حب النظام. طب احنا الترانسبورت في العموم بياخد ثلاث صور، يا ديفيوجن، يا فيزيكولار ترانسبورت، يا اما اللي هو خدناه اللي هو اكتف ترانسبورت. فنعقب على كل واحده. الباسيف ديفيوجن across the tight junction is very limited. ده هي دي الاساس، التايت جانكشن هي البلاد برين بارير، فخلت الباسيف ديفيوجن من خلالها فيري ليميتد. بس عاوز الناس فاهمه، ده مش معناه ان الباسيف ديفيوجن ليميتد في كل حته في الكابيلاري، لا، عند التايت جانكشنز فيري ليميتد. لكن طبعا الاكسجين والكربون دايكسايد بيدوبوا في السيل ميمبرين فبيعدوا بسهوله شديده. فاحنا قلنا ركز، الباسيف ديفيوجن very limited فين في الكابيلاريز، في التايت جانكشن. طب نيجي الفيزيكولار ترانسبورت، بنقولها لتالت مره. احنا قلنا اساسا لقينا جوه الكابيلاري اندوثيليال سيلز في فيو فيسكلز، عشان كده limited. يبقى الباسيف ديفيوجن في التايت جانكشن very limited، الفيزيكولار ترانسبورت limited. طب في حاجات احنا عاوزين نعمل دي ديفرنس ان يعني ان كومبوزيشن بتاع السيربرال سباينال فلويد عن الدم، يبقى محتاجين اكتف ترانسبورت. طب الاكتف ترانسبورت ده مرتبط بايه بقى؟ بكارير. يبقى الكارير ميديتد اند اكتف ترانسبورت ار نيومرس. كل واحده في سؤال ام اس كيو. الباسيف ليميتد هنا مظبوط، مش ليميتد اكروس ذا كابيلاري وول، فيري ليميتد عند التايت جانكشن اوف كابيلاري وول. الفيزيكال ترانسبورت ليميتد، انما الكارير ميديتد والاكتف ترانسبورت نيومرس. جنرال سبيكينج نيجي نقطه رابعه، البيرميابيلتي. الكابيلاري وول ليبيد، يعني السيل ممبرين فيه ليبيد، فاي حاجه كل ما زادت الليبيد سوليبيليتي الحاجه هتعدي كويس، يبقى دايركتلي بروبورشنال بيرميابيلتي مع الليبيد سوليبيليتي، وانفيرسلي برضو انت متوقع مع الميكرو ويت. خدنا الكلام ده في الانترودكشن، حاجه كبيره مش هتعدي بسهوله. طب اديني امثله ايه حاجات بيحصل لها رابيد ترانسبورت اكروت، يعني في بارير بس بتعدي كويس قوي، وحاجات سلو ترانسبورت. الحقيقه الامثله تدل على انه وراء الخلق خالق. فانا بقولها بطريقه طريفه قوي.
الخلايا أو الإنسان يحتاج إلى أشياء ثلاث للحياة: الهواء والماء والغذاء. هواء وماء وغذاء، يبقى دول لازم يعدوا البرين سيلز بسهولة، يعني مش عاوزة حفظ، عاوزة فيه. فالكربون دايكسيد والأكسجين أدي الهواء، ناخد أكسجين أدي كربون دايكسيد رابيد ترانسبورت، والماء رابيد ترانسبورت. طب ومين المين فيول اوف ذا برين؟ اكتر من 90% من طاقه البرين بياخدها من الجلوكوز، ده بيعدي بسهوله رابيد ترانسبورت. هنحط حاجه بقى مش ماء وهواء وغذاء، اللي هي الاسترويد هرمونز، وده عندي تعامل خاص بيها. فاكر الاسترويد هرمونز وكالمثال بتاعهم اللي هم الهرمونز اللي بتطلع من السوبرا رينال كورتكس واللي بتطلع من الاعضاء التناسليه الجوناد، دول كان تركيبهم استرويدز، ودول ليبيد سوليبل، فيبقوا البرميابيلتي عاليه. ها تعالى نتعمق اكتر، لو هما مش يعني، طب هو ليه ربنا خلاهم ليبيد سوليبل وهيعدوا اكتر؟ لان الحاجات دي كنترولد بايه؟ السوبرارينال كورتكس جونادز دي فكر معايا كنترولد بايه؟ بالانتيو بيتيوتري اللي بدوريها كنترولد بال سنترال نيرفوس سيستم ممثلا في الهايبوثالاموس. فهم بيأثروا الهرمونات دي، بتأثر لو زادت تروح للهايبوثالاموس تقول له احنا زادنا كفايه كده بقى، لا اصلا، لو قلت تقول له اعمل لنا ستيميليشن. يبقى لازم الهرمونات دي الاسترويد هرمونز، ربنا خلقها استرويد هرمونز عشان تبقى ليبيد سوليبل، عشان تعدي البارير وتروح للهايبوثالاموس على السي ان اس تو كنترول الريت اوف سكريشن استرويد هرمونز. طب مين بقى بيعدي سلو؟ فاكر كنا قلناها في الريسبريشن، الريسبريشن بتتاثر بالهيدروجين اينز اوف سيريبرال سباين فلويد، بس الهيدروجين اين نفسه ما بيعديش البلاد برين بارير، الكربون دايكسيد بيعدي اللي هو كان بيعدي بسهوله، ويدوب يدي كربونيك اسيد يدي هيدروجين اينز، خدناها في الريسبريشن. فالسلو ترانسبورت دي اسئله كلها ام اس كيو، الهيدروجين اين والبايكربونات، وطبعا البروتين وتوابعه، البروتين والمواد اللي ماسكه في البروتين والبوليبيبتايدز. ما احنا قلنا الفيزيكولار ترانسبورت بسبب قله الفيسكلز قليل، وده برضو ممكن نفكر. فاكر البروتين هرمونز ما كانوش اندر ذا كنترول اوف هايبوثالاموس، فما يعني البروتين هرمون زي البنكرياس بيطلع بروتين هرمون، زي الباراثايرويد بيطلع باراثورمون بروتين هرمونز، دي مش اندر ذا كنترول اوف نيرفوس سيستم، مش ضروري توصل للنيرفوس سيستم تاثر فيه، فدي سلو ترانسبورت. ايه العظمه دي؟ مش مصادفات، كل شيء يدل على انه، انتوا قولوها معايا، وراء الخلق خالق. اصلها انا مش عاوز اقول ملايين غلط، تريليونز من الحقائق، هل تواجدها كلها بصوره مثلى وكما ينبغي تبقى دي عباره عن يعني مصادفات الا الاغبياء؟ تعال اتفرج. طب احنا الجلوكوز قلنا بيتشال على الكارير، واحنا قلنا ان الكارير لسه لنا في ترانسبورت في النقطه اللي قبلها نيومرس، ليه؟ لان الجلوكوز ده بيتشال على الكارير. الجلوكوز كارير اللي بيدخل الجلوكوز للبرين سيلز اسمه جلوكوز ترانسبورتر نمبر 1، افتكرها. ايه اهم حاجه في جسمك؟ اتمنى كنت احفظها في المحاضرات بالطريقه دي. The most important thing قلنا اللي هو مرتبط بالحياه بالهناء والشقاء اللي هو البرين، فالجلوكوز ترانسبورتر بتاعه اوعى تنساها، ما حييت نمبر 1 هو ده بتاع الجلوكوز، جلوكوز ترانسبورتر نمبر 1. ده في منه نوعين على فكره، وشوف بقى الاهميه. لو بحب اقول الكلينيكال امبورتنس، ان ده مهم جدا بعد كده، احنا بندرس طب اساسا وفسيولوجي عشان نعرف كلينيكال امبورتنس، مش العكس، مش بندرسها يعني للرغبه الاكاديميه. فتخيل انت هتعرف لو في انفنت رضيع عنده كونجينيتال ديفيشنسي، نقص في الجلوكوز ترانسبورتر نمبر 1، يبقى طبعا الجلوكوز مش هيدخل، فالجلوكوز كونسنتريشن في السيربرو سباين فيول هيبقى لايق، البرين مش لاقي الفيول بتاعه. فهيحصل في هذه الحاله ايه بقى؟ هيحصل سيجرز، يعني تشنجات، and delayed development. سيجرز يعني تشنجات وديلايد ديفلوبمنت. تعالوا النقطه اللي بعدها لطيفه جدا، برضه كلينيكال ابلكيشن رهيب. ان فرايتي اوف دراجز وبيبتايدز بتكروس البلاد برين بارير، تدخل في دراجز كتيره بتعدي، بس في مشكله ان تخيل البرين عنده مالتي دراج نون سبيسيفيك ترانسبورتر يرجعهم تاني للبلاد،
يعني they are transported back to the blood. ازاي؟ بنون سبيسيفيك يعني يشيل اي عقار. ربنا عامله نون سبيسيفيك ترانسبورتر مالتي دراج نون سبيسيفيك ترانسبورتر، رجعه تاني للدم فتركيز الادويه دي ما يزيدش في البرين. طب لو حضرتك فكر معايا، لو احنا عاوزين نزود تركيز الادويه دي في البرين، خصوصا الادويه اللي هي زي الكيموثيرابي اللي بتستخدم في علاج البرين كانسرز، يبقى عشان لما بيدخلوا البرين المالتي دراج نون سبيسيفيك ترانسبورتر بيرجعهم تاني، يبقى نعمل ايه في هذا الترانسبورتر؟ ندي دواء يعمل انهيبيشن لهذا المالتي دراج نون سبيسيفيك ترانسبورتر اللي بيرجع الادويه دي مره تاني. نيجي النقطه الخامسه، ودي بقى من روائع الخلق والخالق. هل كل اجزاء البرين محميه بالبلاد برين بارير؟ لا، في اربع اجزاء في البرين، اربع اجزاء ما فهمش بلاد برين بارير، اي حاجه في البلاد تؤثر عليهم. اسمهم السيركمفنتريكولار اورجانز، فور سمول ارياز موجودين بره البارير، around and in the brain stem. طالب يقول لي هم ليه سموهم circumventricular، وده احنا معتمد في محاضرتنا على ان احنا نبقى فاهمين عشان ما نبقاش حافظين. ليه سموهم circumventricular organs؟ تعال اتفرج الرسمه دي، وكلها يعني من عبد الله بيحاول اعملها بطريقه بسيطه. بص، المربع ده بيمثل brain stem. البرين ستيم ده فيه الفورث فنتريكل، ففي اربع اجزاء بره البارير ده اهو، اربعه حوالين البرين ستيم اللي هو المربع، في اربع اجزاء بيحوطوا الفورث فنتريكل، عشان كده سموهم دلوقتي فهمت الاسم. سيركم يعني سيركل، فنتريكولار لانهم حوالين الفنتريكل، فسموهم سيركم فنتريكولار اورجانس. خلاص اهي سيركم فنتريكولار اورجانس، four small areas around or in the brainstem، حوالين الفورث فنتريكل، اربعه. طب يعني ايه هم مش محميين بالبارير؟ انت قول لي اذا عرف السبب بطل العجب. هو البارير ده كان عباره عن ايه؟ طالب قال لي انت قلت عباره عن tight junctions، كابيلري عندها tight junctions، يبقى سهل عشان دول يبقوا بيتعاملوا مع البلاد بسهوله ما فيش بارير، يبقى الكابيلرز بتاعتهم ما يبقاش فيها tight junctions، ما تبقاش نون فينستريتد، تبقى فينستريتد كابيلاريز مفتحه اهي، يبقى الحتت دي ممكن اهي الحاجه تنتقل الى البلاد ومن البلاد اليها، مفيش بارير. يبقى اختفاء البارير ده سببه ايه؟ سؤال ام اس كيو. ان اول هاف فينستريتد كابيلاريز، وبالتالي اصبحها اوتسايد ذا بلاد برين بارير. تعال نشوف بقى، ودول صعبين شويه الاربع حتت دول، وليه ربنا لانه وراء الخلق خالق خلاهم بره البارير. تعال نشوفها مع بعض، وانا هقسمها لكم اثنين واثنين عشان تفتكروهم. اول حته بره البارير اللي هي البوستيريور بيتيوتري، ولاحظ البوستيريور بيتيوتري دي جزء من السنترال نيرفس سيستم، بدليل بيسموها نيورو هايبوفيس، ومعاها الميديان امينينس يعني بارز، حته بارزه في الهايبوثالامس. دول اول حتتين اهم بره البارير، عارف ليه؟ انا اقول لك التفسير عشان ما نبقاش بنحفظ. دول بيطلعوا بيبتايد هرمونز، واحنا قلنا البيبتايد هرمونز دي ما يعني ما تقدرش تعدي البارير، فعشان كده ما فيش بارير، بيطلعوا بيبتايد هرمونز. واشهر هرمون هنا اللي هو بتاع البوستيريور بيتيوتري اللي هو الانتي دايريتيك هرمون، او بيسموه فازوبريسين، اللي بيتحكم في الماء. يبقى اول حته منطقتين بيطلعوا بيبتايد هرمونز، والبيبتايد هرمونز ما تعديش البارير يبقى مش عاوزين بارير، لان هم المفروض هيطلعوا يروحوا في الدم ياثروا على الكليه وما شابهها زي الاي دي اتش. فالبوستيريور بيتيوتري والميديان امينس. تاني حته بقى اللي هي اسمها الاورجنم فاسكولوزم او لاميني تيرميناليس اللي هو او في ال تي، اهي اوريها لك طه عشان تبقى عارف الاسم بتاعها. اورجنم فاسكولوزم اوف ذا لامينا تيرميناليس او في ال تي، او يسموها سوبرا اوبتيك كريست.
ايه ده بقى؟ ده احنا مين اللي بيتحكم في الاي دي اتش لما ناخد الكيدني باذن الله؟ الاوزمو ريسبتورز دول بيكونترول اي دي اتش سكريشن. الاي دي اتش سكريشن از كنترولد باي الاوزمو ريسبتور اللي هم كنترولد بايه؟ بالاوزمولاليتي اوف بلاد. يبقى لازم الاوزمولاليتي اوف بلاد تاثر على الاوزمو ريسبتور في البرين، يبقى لازم يبقى في اتصال ما بين البلاد والبرين في الحته دي. فعشان كده الاورجنم فاسكولوزم اوف ذا لامينا تيرمينالس الاو في ال تي ده اللي هو الاوزمو ريسبتور بتاع الاي دي اتش ده بره البريئة. وفي حاجه تاني، اما الواحد بيعيا بيسخن عن طريق الانترلوكين 1، الانترلوكين 1 بيأثر على الاو في ال تي يعمل فيفر. وعلى فكره السخونه دي شيء رائع، يعني واحد انت زعلان انك لما بتعيا بتسخن، بينما السخونه دي تعمل حاجات كتير حلوه. انت عارف كل الانسجه بتشتغل بالانزيمز، والانزيم بتتنشط بالحراره، فارتفاع الحراره ينشط نشاط الانزيمات والاميون سيستم. وفي حاجه تاني في الحراره لطيفه، ان بتعمل فازو دايليتيشن، بتلاقي بوشك احمر، والبلاد هاز جوت ا بروتكتيف فانكشن. ففعلا اعراض المرض تفيد في شفائه، الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. فالانترلوكين 1 اللي لما انت بيصيبك يعني جرثومه بتسخن، بيسخنك ازاي؟ عن طريق انه بيشتغل على الاورجنم فاسكولوزم اوف ذا لامينا تيرمينالس. طب والانترلوكين ده من اسمه اي ان يعني بروتين في الاخر، يبقى لازم يبقى مفيش بارير، فعشان كده الحته دي بره البارير. طيب ننتقل للجزء الثالث اللي هو، يبقى خدناهم دول مع بعض ليه بقى؟ انت فاهم؟ يبقى ده دي بتطلع البيبتايدز والهرمون زي الاي دي اتش، ودي فيها الاي دي اتش اوزمو ريسبتور، يبقى يتحفزوا مع بعض. ناخد الاثنين اللي فاضلين، هي اسامي صعبه شويه بس معلش. اريا بوستريما، اريا بوستريما، وبوستريما معناها منخفض، حته منخفضه. دي اخذنا في الجاسترونترال تراك، دي فيها الكيمو ريسبتور تريجر زون اللي هو اللي بيتحكم بكنترول الفوميتنج. بيبقى في حاجه سيئه في المعده تم امتصاصها للدم، مش عاوزين نمتص الباقي. فالحاجه السيئه اللي دخلت الدم دي تروح للاريا بوستريما اللي هي الكيمو ريسبتور تريجر زون، تخليك تعمل فوميتنج عشان تتآيل في معدتك، عشان خاطر اللي لسه فاضل في المعده ما يمتصش الدم. اول ما كميه صغيره من المواد السيئه تمتص من المعده للدم، مش عايز امتص الباقي. فالكميه الصغيره دي تروح للاريا بوستريما اللي هي الكيمو ريسبتور تريجر زون تعمل فوميتي. طيب الحته دي بيأثر عليها ماده تاني اسمها انجيوتنسين 2. دي اهم ماده بترفع الضغط. انجيو يعني فيسل، وتنشن زي كلمه هايبرتنشن، حتى من اسمها انجيوتنسين يبقى بترفع الضغط، تعمل تنشن في الفيسل انجيوتنسين 2، ترفع ارتيال بلاد بريشر، بتأثر برضو على الاريا بوستريما. يبقى حاجه في الدم هتاثر على البرين، يبقى لازم يبقى في اتصال بينها وبين البرين، يبقى فيش بارير من ستريتد كابيلز. رابع حته اسمها سب فورنيكال اورجان، اس اف او، سب يعني تحت، فورنيكال يعني قبو او قبه، اورجان تحت القبه. ده في الثيرست سنتر يعني، او حته بتاثر في الوتر انتيك تخليك تشرب، اللي هو الانجيو الانجيوتنسين 2 يروح ياثر عليها يخليك تشرب ميه. يبقى انا خدت الاثنين دول مع بعض ليه؟ اديك شايف الرابط ما بينهم، هما الاثنين بيتاثروا بالانجيوتنسين 2، الاريا بوستريما المنخفضه واللي تحت القبه السب فورنيكال اورجن بالانجيوتنسين 2. وعلى فكره في علاقه بين العملين، يعني الانجيوتنسين هنا بيعلي الضغط، وهنا في السب فورنيكال اورجن يخليك تشرب ميه، فلما تشرب ميه حجم الدم يزيد الضغط يعلى. يعني شوف التناغم في الوظائف الرائع. يبقى في اربع حتت موجوده بره البارير، واحد من اصعب الاسئله واهم والاهمها في المالتيبل تشويس. الاربع حتت دي موجوده اراوند البرين ستيم او ان ذا برين ستيم. طب ليه سموها سيركمفنتريكولار ارياز؟ لانهم في شكل سيركل حوالين الفورث فنتريكل، فسموهم سيركمفنتريكولار ارياز. طب ازاي هما في اتصال ما بين البلاد والبرين؟ لان الكابيلر وول ما هواش تاي جانكشن، ما هواش نون فينستريتد، ده فينستريتد مثقب مليان ثقوب. اللي هما مين؟
البوستيرو بيتيوتري والميديان امينس اللي بيطلعوا بيبتايد هرمونز للدم عاوز يطلعوا بسهوله، يبقى هيعدوا ازاي البارير؟ طب دول جزء من البرين، هيطلعوا من البرين ويدخلوا الدم، يبقى لازم يبقوا بره البارير. واحد من الامثله بتاعتهم الاي دي اتش. طب تاني مثال اللي هو الاو في ال تي اللي هو الاوزمو ريسبتور اللي بتاثر في السكريشن بتاع الاي دي اتش، وبتتاثر كمان بالانترلوكين 1 اللي بيعمل فيفر. خدنا دول مع بعض لان الرابط ما بينهم هو الاي دي اتش. طب ودول خدناهم مع بعض الاريا بوستريما اللي هي فيها الكيمو ريسبتور تريجر زون اللي بيعمل فوميتنج وبتتاثر بالانجيوتنسين 2 اللي بيعلي الضغط، والسب فورنيكال اورجان اللي هو تحت القبه، تحت القبه في حاجه بتاثر في الووتر انتيك ثيرس اللي بتاثر بالانجيوتنسين 2. طيب في سؤال ام اس كيو في الحته دي، هل الانتيرو بيتيوتري والباينيال بادي دول موجودين بره البارير؟ اهو الانتيرو بيتيوتري والباينيال بادي عندهم فريستريتد كابيلرز. طيب يبقى اذا هم outside the blood brain barrier. بس خد بالك both are endocrinal glands and not part of the brain، عشان كده ما حطيناهمش مع الاربع حتت اللي بره blood brain barrier، لان هم اساسا ما هماش في البرين عشان يبقوا بره البارير. دول اساسا endocrinal glands. وما تلخبطش البوستيرور بيتيوتري، سؤال مش مهم جدا، دي جزء من النيرفس سيستم. بدليل اسمها ايه الاسم الاخر بتاع البوستيرور بيتيوتري؟ نيورو هايبوفيز. انما الانتيرو بيتيوتري اسمها ادينو هايبوفيز. ادينو يعني جلاند، انما الثانيه جزء من النيرفس سيستم. فالانتيرو بيتيوتري والباينيال بادي عندهم فريستاتيك كابيلرز، لكن ليه ما اعتبرناهمش اوتسايد ذا بارير؟ لان هم اساسا مش جزء من البرين عشان يبقوا اوتسايد ذا بارير بتاع البرين. هم مش برين اساسا، هم اندوكراينال جلاندز. نيجي بعد كده للنقطه ال sets functions of the blood brain barrier. حب اقولها بطريقه طفوليه شويه، functions of the blood brain barrier. انا بعتبر البلود برين بارير ده زي ما يكون عندي فيلا وعامل حواليها سور. ليه عامل سور حوالين الفيلا؟ عشان احافظ على ممتلكاتي، كل حاجه جوه دي بتاعتي انا، احافظ على الانفايرمنت بتاعتي. وبعدين عشان ما فيش لص يدخل لي، ما فيش حاجه ضاره تدخل. وبعدين عشان ما فيش حاجه نافعه زي البيتس، زي اللي هو الحيوانات الاليفه، مربي مثلا قطط، مربي اي حاجه طيور، ما تخرجش. خلاص؟ يبقى عشان ما فيش حاجه وحشه تدخل، ما فيش حاجه بتاعتي كويسه تخرج، وعشان احافظ على المنطقه. عارف تصور لو فكرت في كده هتفتكر كويس قوي الثري فانكشنز اوف ذا بلاد برين بارير. يبقى البلاد برين بارير مينتينز الانفايرمنت اوف ذا برين نيورونز كونستنت، لان زي ما قلنا ان النيورونز، ما احنا قلنا ده فيري سنسيتيف، حساسه جدا، خصوصا الكورتيكال نيورونز بتاعت القشره المخيه، لان دي اللي مرتبطه بالانتلكشوال فانكشنز، الوظائف اللي فيها ذكاء. دي فيري سنسيف لاي تغير، لماينور فاريشن في الاين كونسنتريشن، زي البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والهيدروجين. فاحنا عاوزين نحافظ على الانترنال انفايرمنت. خلاص؟ مش كنا دي خدناها في البلاد تحت اسم مين فاكر؟ هوميوستيزيس. يعني لو جت لنا في الام سي كيو بطريقه ثانيه، ان البلاد برين بارير ده بيكونتريبيوت تو ذا هوميوستيزيس. طبعا ما هو بيحافظ على الثبات، تو كيب البرين انترستيشن فلويد كونستانت فور اوبتيمم فانكشنز، لان البرين حساس خاصه الكورتيكال نيورونز للماينور فاريشن في الايونيك كونسنتريشن. طب نيجي نمره اثنين، ليه حاطط سور حوالين الفيلا؟ عشان مفيش حاجه وحشه تدخل، تو بروتكت ذا برين من التوكسينز ان ذا بلاد. مفيش توكسينز في البلاد، سواء كانت اندوجينس جوه الجسم او اكسوجينس خدتها من بره في اكل او ما شابه تدخل. To protect the brain from toxins endogenous or exogenous. طب ليه عامل بارير؟ ليه سور الفيلا عامله؟ To prevent the escape. عندي حاجات حيوانات بيتس مش عاوزه تخرج. الحيوانات دي هي الايه؟ النيورو ترانسميتر. To prevent the escape of neurotransmitters in general circulation. اظن دي طريقه سهله للتذكر. يبقى to maintain the environment، مفيش حاجه وحشه تدخل، to protect، مفيش حاجه كويسه زي النيورو ترانسميتر تخرج. مفيش توكسين تدخل، مفيش نيورو ترانسميتر تخرج. نيجي النقطة السابعة، الديفلوبمنت اوف ذا بلاد برين بارير.
البلاد برين بارير هنا بقى في ديبيت. ناس بيقولوا ان النيونيتس يعني هو مش موجود في الفيتس واول ما نتولد بيتكون، وفي راي تاني بيقول لا هو بيتكون after fetal and neonatal period يعني بعد سنتين من العمر. دول الرأيين اللي موجودين. however 100% في الـ في الـ في الانفانت هو مش موجود. ناخد التطبيقات. لو انفانت كان سيفيرلي جوندس زي مثلا هو بيحصل له قلنا اريثروبلاستوز في تالس، فاكر اللي هو الطفل اللي يعني في انتي بوديز كسرت كرات من الام، كسرت كرات الدم الحمراء بتاعت البيبي، فكرات الدم الحمراء لما اتكسرت الويست برودكت بتاع الهيموجلوبين بيبقى فري بيليروبين، مفيش بارير في الفيتس، فالفري بيليروبين ده انتر ذا برين لما يعلى الهاي ليفل، هاي ليفل اوف فري بيليروبين هيدخل البرين، خصوصا لو كان البيبي ده عنده اسفيكسيا يعني نقص في الاوكسجين، هيعمل دامج للبيزال جانجليا، هيبوظ البيزال جانجليا ويحصل مرض خطير اسمه كيرنيكتراس. اكتراس يعني اصفر، لان البيليروبين ده اللي هو يعني الصبغه الصفراء. يبقى التطبيق انه في الفيت في الطفل احنا قلنا ما فيش بارير في الفيتس والنيونيتس، ده احد الاراء. في ناس بيقولوا في الفيتس بس، ان لو حصل تكسير في كرات الدم الحمراء بتاعه الفيتس يعني فيري هاي فري او ان كونجوجيت بيليروبين، مفيش بارير، هيدخل برين يبوظ البيزل جانجليا يدي مرض اسمه كيرنيكتراس. او في تطبيق تاني في الاطفال بقى في الايرلي لايف، التطبيق الاخر تعال نشوف انه في مرض اسمه كليجر ناجار سيندروم. هنا بقى الطفل عنده congenital deficiency of glucuronyl transferase اللي هو بيعمل بيحول البيليروبين من فري بيليروبين لكونجوجيت بيليروبين، يبقى اذا البيليروبين هيقعد زي ما هو فري، فيبقى فيه فيري هاي ليفل مره تاني اوف فري بيليروبين، خلاص هيعدي البارير يبوظ البرين يدي انكيفالوباثي. يبقى شفت البارير في المرضين دول الكيرنيكتراس وال كليجر ناجار سيندروم اللي هي برضو بتؤدي الكيرنيكتراس، البارير بيمنع انتقال الفري بيليروبين للبرين وانه يبوظ البرين. فمهم نعرف ان الديفلوبمنت اوف ذا بلاد برين بارير بيحصل في رايين، يا اما في بعد ما الواحد بيتولد على طول يعني مش موجود في الفيتس بس، وفي راي اخر بيقول في الفيتس والنيونيتس. طيب النقطه الثامنه، البلاد برين بارير از ديسربتد باي. امتى البلاد برين بارير، ايه الحاجات الامراض الحاجات السخيفه اللي ممكن تبوظ البارير؟ لو حصل سادن ماركت انكريس في الارتيريال بلاد بريشر، ارتفاع سريع وضخم في الضغط الدم، او حصل انجكشن اوف هايبوتونيك فلويدز بيبوظ البارير، او في اي اريا في المخ يحصل فيها انفكشن اصابه او انجري او برين تيومر. هنا بقى البرين تيومر هقول لك ليه في البرين تيومر ما بيبقاش فيه بارير، انا اقول لك السبب، لان لما بيتكون ورم في المخ بيتكون فيسلز جديده في المخ مش من نوع المظبوط اللي هي نون فينستريتد. البرين تيومر بيعمل على تكوين اوعيه عشان يغذي نفسه، هو تيومر بس عاوز يغذي نفسه، بيعمل فيسلز سيئه فينستريتد ما فيهاش بارير. دي بقى بتفيدنا في التشخيص، ان احنا ممكن نعمل لوكيشن وايدنتيفيكيشن للبرين تيومر ازاي، ده بان ندي البيومين، المفروض الالبيومين ده بروتين ما يعديش البارير، لكن في البرين تيومر قلنا معاه فيسلز فينستريتد ما فيهاش بارير، فندي البيومين اللي هو بروتين معلمينه ليبل بريديو اكتيف ايودين، يعني البيومين ليبل بريديو اكتيف ايودين ايودين مشع، فنبص نلاقيه انه مش مفروض يدخل البرين، الالبوم مش هيدخل البرين، لو دخل حته في البرين يبقى دي برين تيومر، البرين تيومر ما عندوش بلاد برين بارير. فيبقى امتى البارير بيبوظ؟ النقطه الثامنه، لو زاد الارتيريال بلاد بريشر، سادن ماركت رايز في الارتيريال بلاد بريشر، لو خدنا هايبوتونيك سوليوشن، وقلنا لو
كان في areas of infection أو injury أو brain tumor. والبرين تيومر قلنا ليه؟ طب في برضو تطبيق إكلينيكي جميل جدا، إن في drugs زي ال دوبا وزي ال 5 هيدروكسي تريبتوفان بتعدي البرين with relative ease، تقدر تعدي البارير، بينما الدوبامين ما بيعديش البارير، السيروتونين ما بيعديش البارير. ايه التطبيق الاكلينيكي ده؟ ان العيان اللي عنده باركنسونيزم بيبقى عنده نقص في الدوبامين في البيزال جانجليا، فمفروض نديله دوبامين، بس الدوبامين ما بيعديش البارير، فبندي عوضا عن الدوبامين اللي دوبا يعدي البارير وهو يتحول جوه البرين، جوه البرين في البيزا جانجل يا دوبامين. شفت التطبيق جميل ازاي؟ عان عنده باركنسونيزم بسبب نقص الدوبامين في البرين في البيزا جانجل، طب مفروض اديله دوبامين، بس الدوبامين ما بيعديش البارير، انا عارف دي، فادي حاجه تعدي البارير اللي هي ال دوبا وتتحول جوه الى الماده اللي انا عاوزها اللي هي الدوبامين. ونفس الكلام السيروتونين ما بيعديش البارير، بس انا ممكن ادي 5 هيدروكسي تريبتوفان يعدي البارير ويتحول جوه الى سيروتونين. طيب يبقى ده الثمان نقط المهمه جدا بتاعه البلاد برين بارير. نيجي بقى الموضوع الاخير والاسهل، وهو السيريبرال بلاد فلو. هنتكلم عن measurement and regulation of cerebral blood flow. ازاي نقيس cerebral blood flow؟ حاجة خدناها اللي اسمها الكيتي method according to the fixed principle. يعني كيتي method according to the fixed principle باستخدام العام بيستنشق بينهيل نيتروس اوكسايد. نيتروس اوكسايد الكروي بلاد فلو او اي فلو في الدنيا يتحسب ازاي؟ بنحسبه اننا we divide the amount taken by the organ اللي هي QX divided by the arteriovenous difference. The amount taken by the organ per minute divided by the arteriovenous difference. طالب قال لي على فكرة انا يعني شايفها صعبة المعادلة دي شوية. قلت له لا، دي تصور دي طفولية، تعالى حتى اشرحها لك بسهولة جدا. نفرض الارتيريال بلاد دخل البرين اعداد سهلة اهو، في 50 ملي جرام نيتروس اوكسايد. طلع الفينس بلاد ال 100 سنتي من الارتيريال بلاد دخلوا فيهم 50 ملي جرام، طلع ال 100 سنتي فينس بلاد فيهم 30 ملي جرام نيتروس اوكسايد. يبقى ال 100 دخلوا فيهم 50 طلعوا فيهم 30. يبقى البرين خد كام؟ دخلوا 50 وطلعوا فيهم 30، يبقى البرين خد 20 ملي جرام نيتروس اوكسايد من كل 100 سنتي. ده الارتيريو فينس ديفرنس. يبقى ليه بنحسب الارتيريو فينس ديفرنس؟ كان في 50 في الارتي اللي طلع الفين فيه 30 في كل 100 سنتي، يبقى البرين خد 20 من كل 100. طب لو قلت لك ان البرين في الدقيقه بياخد 100 ملي جرام، يبقى كام 100 دخلوه؟ هو بياخد 20 من كل 100. يبقى عشان ياخد 100 ملي جرام لازم يدخله كام 100؟ 500 صح؟ او اقولها لك بطريقه اسهل، دخل فيه 50 طلع فيه 30، يبقى خد 20 من كل 100. ادي عدد ثاني عشان ما تلخبطش ال 100 مع ال 100. طب لو البرين بياخد 200 ملي جرام في الدقيقه، 200 في الدقيقه، لازم يدخله كام 100؟ هو بياخد 20 من كل 100، يبقى عشان ياخد 200 عاوز كام 100 يدخلوه؟ 10 مئات. ال 200 10 مرات قد ال 20، يبقى لازم يكون دخله 10 مئات، يبقى البرين بيدخله 1000 سنتي في الدقيقه. يبقى بنحسب ازاي الفلو؟ بنقسم الاماونت تيكن ديفايدد باي ذا ارتيريو فينس ديفرنس. دخل فيه 50 طلع فيه 30 في كل 100 سنتي، يبقى من كل 100 بياخد 20. طب هو في الدقيقه بياخد 200، يبقى ياخدهم من كام 100؟ كل 100 بياخد من 20، كل 100 بياخد 20، يلزم انه يدخل كام 100 عشان ياخد منه 200؟ 10 100، لان ال 200 20 مره قد 10 مرات قد ال 20، يبقى بيدخله 10 100، يبقى 1000. يبقى سهل كلام يعني بتاع اطفال. يبقى كروناري بلاد فلو في اي فلو على فكره، او اسف سيريبرال بلاد فلو، كروناري بلاد فلو هنقولها مع الكروناري المعادله نفس الكلام. كيتي ميثود باستخدام الفيكس برنسبل، تصور في الهارت برضه هناخد النيتروس اوكسايد. بنقسم الاماونت تيكن ديفايد باي ذا ارتيريو فينس ديفرنس. طب نيجي الاعداد بقى مهمه في الام اس كيو. في اليانج ادلت كل 100 جرام برين تيشو بير مينيت بيجي لها كام سنتي دم؟ 55. 55 مللي لتر دم لكل 100 جرام برين تيشو بير مينيت.
طب الهول برين مين فاكر كان وزنه 1400، قلنا فوق اكتر من 1000. الانسان الايبس اللي هو، وقلنا الغوريلا والاورانجوتان والشمبانزي كانوا اقل من 1000. افتكرها معلومه لطيفه جدا. وعلى فكره هل في كائنات، عشان في ناس بتقول لك ان ما يعني ما فيش كائنات ما بين الايب وما بين الانسان، لا في كائنات عندها البرين ما بينهم. ده برضو مجرد معلومه، معلومات العام، في كائنات كده. لقينا حفريات فيها حاجه ما بين الاثنين. طيب الافريج ان ادلت، يبقى في الادلت 55 ملل لكل 100 جرام بير مينيت. طب الهول برين 1400، لما تضرب يبقى كل 100 جرام بياخدوا 55، يبقى ال 1400 جرام 14 مين ياخدوا كام؟ نضرب 14 في 55 تطلع 770 ملل بير مينيت. يعني حتى العصر حظه بطريقه اسهل، يبقى كل 100 جرام بياخدوا 50، يبقى الهول برين 1400 ياخد 700. يعني لو عاوز تحفظ اعداد اسهل شويه، 50 و 700. ايه عيب الكيتي ميثود؟ انها بتقيس الفلو للحتت اللي بيروحها دم بس، للبرفيوز بارتس. لكن لو في حته في البرين ميته ما بيجيلهاش دم ما بتقيسهاش. تاني عيب انها بتقول لك البرين ككل بياخد كام سنتي دم، لكن ما بتديكش اي معلومات، نو انفورميشن اباوت ذا ريجنال بلاد فلو، مين خد اكتر مين خد اقل. هي بتقيس الكميه الاجماليه، البرين ككل خد 770 ملل بير مينيت، لكن مين خد اكتر مين خد اقل مفيش انفورميشن عن الريجنال بلاد فلو، مين بيروح له دم مين ما بيروحلوش مفيش المعلومه دي. طب سؤالي مش كده مهم جدا. Despite the market fluctuation in the regional blood flow، يعني ساعات في حته بتاخد كتير وساعات حته تاخد قليل. Surprising، من الاخذ للدهشه، ان التوتال بلاد فلو ريمينز ريلاتيفلي كونستنت، كميه الدم اللي بتروح للمخ ثابته، الاجمالي ثابت. طب ده عارف ده معناه ايه؟ ان لو حته كانت خدت كتير بيبقى خصما من نصيب الاجزاء الاخرى من البرين، وعشان كده الكميه بتقعد ثابته. طب عاوزين نقيس الريجنال بلاد فلو بحاجه اسمها بوزيترون ايميشن توموجرافي. تعرف البوزيترون ده بيحمل شحنات موجبه عكس الالكترونز، ايميشن يعني يطلق، توموجراف يعني تصوير مقطعي، تومو يعني مقطعي وجراف يعني تصوير مقطعي. 100% البلاد فلو يعني از بروبورشنال تو ذا ميتابوليك اكتيفيتي، يعني الحته اللي نشطه قوي هتاخد بلاد اكتر. طيب قاعده حلوه، ديفنت الحته الاكثر نشاطا هتاخد بلاد اكتر. طب احنا قلنا البرين بيستخدم ايه؟ مين المين فيول يوزد باي ذا برين؟ جلوكوز. يبقى نشوف انهي حته في البرين بتاخد جلوكوز اكتر. ما بنستخدمش الجلوكوز العادي، بنستخدم 2 دي اوكسي جلوكوز. طب كده هنعرفه ازاي ده؟ ما هو اتاخد خلاص ليبل، فبنعلمه بشورت هاف لايف بوزيترون ايميتر، يعني بنعلمه بنحط عليه ماده مشعه بتدي شحنات موجبه بوزيترون، بوزيترون بوزيتيف جاي من كلمه بوزيتيف، موجبه ايميتور بتيميت يعني بتطلق شحنات موجبه، بس طبعا ما بنحبش المواد المشعه تبقى كتيره في الجسم، فبنجيب حاجه شورت هاف لايف، شورت هاف لايف بوزيترون ايميتور نعلم بيها الجلوكوز اللي هنديه للعيان اللي هو 2 دي اوكسي جلوكوز، ليبلد ويز بوزيترون ايميتور، نوعه ايه؟ شورت هاف لايف. زي مين بقى؟ زي الفلورين 18، ده اشهر واحد، اكتر واحد بنستخدمه الفلورين 18 ده، لكن ممكن نستخدم كربون 11 او اوكسجين 15. طيب ادينا بقى الجلوكوز اللي هو مشع ده، فهنشوف انهي حته راح لها اكتر، انها هتطلع اشعاعات اكتر، يبقى لازم نقيس الاشعاعات. طب يبقى الكونسنتريشن بتاع الاشعاع ده از مونيتور ازاي بقى؟ ان بارت اوف ذا برين باي سنتيليشن ديتكتورز. ديتكتور يعني حاجه بتديتكت، بتسجل السنتليشن يعني الوميض، الحتت اللي طالع منها اشعاع اكتر اللي هي راح لها جلوكوز اكتر هتومض اكتر، فاحنا عندنا ديتكتور لهذا الوميض اسمها سنتليشن ديتكتور. ممكن البوزيترون ايميتر ايميشن توموجرافي ده من الحاجات اللي هي نيوكليير ميدس، من الحاجات الجديده في الطب. سكاننج ممكن نستخدمه في حاجه ثانيه، كان بي ميجر نوت اونلي تو ميجر بلاد فلو، لكن ممكن نقيس بيه الكونسنتريشن اوف موليكيلز
زي الدوبامين in different parts of living brain. وطبعا الدوبامين ده من اهم المواد في العلم السايكايتري اللي هو الامراض النفسيه وفي زي الباركنسونيزم. فممكن نعرف تركيز الدوبامين في الاجزاء المختلفه في المخ برضه بالبوزيترون ايميشن توموجرافي. برضه حاجه جديده خالص اسمها بقى مش ماجنتيك ريزونانت ايميجنج اللي هو الام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي الناس عارفينها ماجنتيك ريزونانس ايميجنج التصوير بالرنين المغناطيسي فانكشن. عيب الام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي انه بيصور المخ بس ما يقولكش انهي حته في المخ شغاله وانهي حته مش شغاله، انهي حته بتتنفس وبتاخد اكسجين وانهي حته ميته، مش هتعرف. الفانكشنال ماجنتيك ريزونانت ايميجنج فانكشن، خد بالك الكلمه فانكشن، يعني شوف مين شغال ومين مش شغال، مين بياخد اكسجين ومين ما بياخدش اكسجين، لانه لقينا ان الاوكسي هيموجلوبين الهيموجلوبين اللي عليه اكسجين بيدي رنين مختلف عن الدي اوكسي هيموجلوبين الهيموجلوبين اللي ما عليهوش اكسجين. فاحنا نقدر لما الاكسجين يروح لمنطقه ما يتاخدش من الهيموجلوبين يروح لمنطقه ما يتاخدش منه اكسجين ما يتحولش الى دي اوكسي هيموجلوبين، يبقى الحته دي ميته. البلاد زي ما بيروح الهيموجلوبين زي ما بيروح اوكسي بيرجع اوكسي، انما الحته اللي شغاله هيروحها الاوكسي يرجع دي اوكسي. احنا بقى الفانكشن ماجنتيك ريزونانت ايميجنج بيدي رنين مختلف في حاله الاوكسي هيموجلوبين عن دي اوكسي هيموجلوبين. طلعنا بحاجات لطيفه قوي، ان في الريستنج هيومنز وانت حضرتك مرتاح كده انت عندك البرين فيه جراي ماتر ماده رماديه وفي وايت ماتر ماده بيضاء. الماده الرماديه بتاخد اكسجين اكتر، بتاخد 69 مللتر لكل 100 جرام برين تيشو بير مينيت 69، بينما الماده البيضاء بتاخد 28 مللتر لكل 100 جرام بير مينيت. يبقى دي 69 دي 28. في الامراض بقى بتفيدنا دي ان لقينا في الابيليبتيك فوكس البؤره اللي بتتسبب في صرع البؤره الصرعيه في اثناء السيزرز اللي هي التشنج بتبقى هايبريميك بتاخد دم كتير قوي، وقلنا ان التوتال بلاد فلو بيبقى ايه ثابت لرايح البريد، فعش كده بيقل الفلو تو اذر بارتس اوف ذا برين تاكيدا اللي قلناه. التوتال ما بيتغيرش، فلو حته خدت كتير زي البؤره الصرعيه الباقي بياخد اقل. عرفنا ان في الالزايمر ديزيز اللي هو مرض الالزايمر الايرلي تشينج ان بيقل البلاد فلو لمين؟ الاول البارايتال كورتكس السوبيرو بارايتال كورتكس، وبعد كده للتمبرال، وفاينالي للفرونتال كورتكس. ده ازاي نميجر السيربرال بلاد فلو، وده في الناس اللي بيجي لها اسئله نظري بيبقى عندهم هاو تو ميجر السيربرال بلاد فلو. نيجي النقطه الثانيه بقى الفاكتورز افكتنج او ريجيليتنج السيربرال بلاد فلو. هنحط ثلاث عناوين. اول حاجه اوتو ريجيليشن، دي موجوده في كل الجسم الاوتو ريجيليشن. فالاوتو ريجيليشن عن تنظيم ذاتي زي عارف مثبت التيار كده، التيار يعلى التيار يقل كميه الكهرباء اللي داخله الاجهزه بتاعتك تقعد ثابته. فالاوتو ريجيليشن قلناها في الجزء الاول في السيركوليشن مينتينز النورمال سيربرال بلاد فلو ات ارتير بلاد بريشر بتوين، الرقم ده نحفظه صم. لو المين، مين يعني متوسط الارتير بلاد بريشر، ما بنتكلمش على السيستوليك لوحده ولا الديستوليك لوحده، متوسط الارتيريال بلاد بريشر لو اتغير ما بين 65 و140 65 تو 140 مليمتر ميركوري ال سيربرال بلاد فلو ريمينز كونستنت. شوف العظمه. طيب الميكانيزم راجع للسيركوليشن، في مايوجينيك وفي ميتابوليك ديسكاس بيفور. الميتابوليك مور امبورتنت، التغير في الميتابوليزم اكثر اهميه، وهناخد مثالين هنا التغير في البريشر اوف كاربون دايوكسيد والتغير في البريشر الاكسجين، والكربون دايكسايد اهم من الاكسجين. بقول ترتيب المعلومات اكثر اهميه من كم المعلومات. يعني ايه اهم حاجه تاثر في السيريبرال بلاد فلو؟ الارتيريال بريشر اوف كربون دايكسايد. فالسيريبرال بلاد فلو دايركتلي بروبورشنال ارتيريال بريشر اوف كربون دايكسايد، يعني كل ما زاد ثاني اكسيد الكربون في الدم الشرياني يزيد كمية الدم اللي رايحة للمخ. في لينير ريليشن شيب، علاقة خطية ما بين السيريبرال بلاد فلو وضغط الـ CO2 ما بين 20 to 80 مليمتر مركري.
طبعا انت عارف ان الارتيريال بي سي او 2 نورمال حوالي 40، انما العلاقه الخطيه قبل 40 من 20 اب تو 80، يعني نص ال 40 وضعف ال 40، من 20 ل 80 ملم مركوري. التغير في البي سي او 2 بيؤدي الى تغير مناظر في السيربروسبارين فلويد. ليه؟ تعال نشوف الميكانيزم. لو زاد البريشر اوف كربون دايوكسيد في الارتيريال بلاد فهيدوب في الميه الكربون دايوكسيد، يدي كربونيك اسيد، يدي هيدروجين اين، يبقى هيزود الهيدروجين اين في البرين انترستيشال فلويد. ما احنا قلنا اللي بيعدي البارير هو السي او 2، لما يعدي البارير السي او 2 يدوب في الميه هيدي هيدروجين اين في البرين انترستيشال فلويد، لان الهيدروجين نفسه ما بيعرفش يعدي، بيعدي الكربون دايوكسيد ويدوب في الميه بتاعت البرين انترستيشال فلويد يدي هيدروجين اين. الهيدروجين اين دي بتعمل فازو دايليتيشن متناسب مع الهيدروجين اين، كل ما يزيد الهيدروجين اين يزيد الفازو دايليتيشن. فطبعا الفازو دايليتيشن اللي بيعمل ايه؟ بيغسل، بيريموف الهيدروجين اين، بينقص الهيدروجين اين. فهمنا بقى، شوف العظمه. يبقى الفازو دايليتيشن هنا بيرجع الهيدروجين اين باك تو نورمال، از بروتكتيف ميكانيزم، لانه زياده الهيدروجين اين اللي هو الاسيدوزيس بتعمل انهيبيشن للنيورونال اكتيفيتي، وقلنا في النهايه الحامضيه بتؤدي الى غيبوبه. عشان كده ربنا سبحان الله خلى الاهم في تنظيم الكورونا بلاد فلو هو الكربون دايوكسيد، لاني بقولها جمله حفظتها لاجيال. The primary determinant of pH هو الكربون دايوكسيد، اهم حاجه بتحدد البي اتش بتاع البلاد بتاعك هو الكربون دايوكسيد. فربنا خلى الكربون دايوكسيد هو الاكثر تاثيرا في السيريبرال بلاد فلو، لان لو زاد الكربون دايوكسيد هيزيد هيزيد جوه الهيدرو اين جوه المخ، هيعدي البلاد برين بارير سي او 2 بيعدي يدي هيدرو اين اسيدوز. دي مصيبه، الاسيدوز دي هتديبريس السي ان اس، ما تخافش، الاسيدوز ده هيعمل فازو دايلتيشن، زياده الهيدرو اين هتعمل فازو دايلتيشن. لما فازو دايلتيشن يجي دم اكتر يغسل الهيدروجين اين ده، دم اكتر هيشيل الهيدرو اين، ينقص الهيدروجين اين. يبقى اعراض المرض تفيد في شيء فائه، لما زاد الهيدروجين اين عمل فازو دايلتيشن شال الهيدروجين اين، لان الهيدروجين اين له تاثير سيء جدا على البرين، بيقلل اكتيفيتي اوف ذا برين الاسيدوز وممكن يحصل كوما. نيجي الارتيريال بي او 2، شوف العظمه، ايه العظمه دي؟ moderate changes in arterial PO2 do not affect the cerebral blood flow. Moderate changes in arterial blood in arterial PO2 do not affect the cerebral blood flow. لكن لو حصل marked decrease في البريشر والاكسجين بيلو 30 يعمل فازولتيشن. ليه؟ عشان يجيب اكسجين، والفازولتيشن هيجيب مور بلاد يجيب اكسجين عشان يعوض نقص الاكسجين. طب ليه ما حصلش غير مع الماركت تشينجز؟ لما ينزل اوكشن من 100 نورمالي البي او 2 بيبقى 100 ملم مركوري، المودرن تشينج ما عملتش حاجه، ليه لازم ينقص من 100 ل 30 عشان يبتدي يحصل فازو تيشر ويجيب لي مور اوكشن؟ الاجابه اهي، تو بريفنت برين دامج. اللي بيحصل امتى؟ لو نقص الاوكشن تحت 20 ملم مركوري. يبقى هل دي عشوائيه ولا وراء الخلق قوه عاقله مقدرة وقادرة؟ الله مقدر، لأن البرين مش هيبوظ غير لو نقص الأوكشن تحت 20 ملم مركوري. فقبل ما ينزل ل 20 ملم مركوري، يعني عند 30 جاست قبل ما ينزل، نقص البريشر أوكشن يعمل فازوليتيشن تو برينج مور أوكشن عشان ما ينزلش 20 ويبوظ المخ. بينما السي أو 2 أي تغير فيه بيبوظ، فمن الأول بيحصل فازوليتيشن. يبقى ترتيب الأشياء وكيفية حدوثها تدل على إيه؟ مصادفات. هدول لأن هناك قوة عاقلة مقدرة وقادرة، الأوكشن مش هيبوظ غير تحت 20 ملم مركوري، يبقى لازم ينزل من 100 إلى 30 ماركت تشينجز قبل ما نعمل فازو دايليتيشن. بينما الكربون دايوكسيد أي تغير في الكربون دايوكسيد بيغير البي اتش، فعشان كده في لينير ريليشن شيب من قبل ومن بعد، هو 40 من 20 ل 80 أي تغير في سي أو 2 يعمل فازو دايليتيشن، يجيب مور بلاد يشيل هذا الهيدروجين أين. شيء رائع. نيجي النيورونال ريجوليشن، يبقى بعد ما قلنا الاوتو ريجوليشن ناخد النيورونال ريجوليشن. The precise role of autonomic and sensory nerves اللي خدناهم sympathetic parasympathetic وsensory إذا matter of debate يعني في فصال، مش عارفين ايه دور الاعصاب بالظبط في السيربرال بلاد فلو، هل بتعمل دايليتيشن بتعمل كونسكشن، لكن تعال نقول اللي عارفينه.
nerves modulated tone يعني هتغير التون تعمل فازو كونستريكشن فازو ديليشن دايركتلي يعني ايه دايركتلي عن طريق الكيميكال ترانسميتر اللي قلناه وان دايركتلي عن طريق ايه الريليس بتاع باراكراين سبستانس فروم ذا استروسايتس ان الاستروسايتس دي قلنا اكتر خلايا عددا في سي ان اس بتطلع مواد تعمل فازو كونستريكشن وفازو ديليشن تعال ناخد لو الارتيريا بلاد بريشر از ماركلي اليفيتد حضرتك انفعلت كده وضغطك زاد يا نهار ابيض ده الاوعيه اللي هي المخيه هتنفجر لا ما تخافش لما الارتيريا بلاد بريشر بتاعك بيزيد ما انت انفعلت بيزيد النور ادرينرجيك ديسشارج بيشتغل السمباتيك جامد انكريسز طب ده هيعمل ايه بقى هيقلل الباسيف انكريس ان سيريبرال بلاد فلو اللي ممكن يبوظ البلاد برين بارير احنا قلنا اول حاجه بتبوظ البرين بارير اللي هي sudden marked increase في الارتيريا بلاد بريشر فانت لو انفعلت الارتيريا بلاد بريشر زاد مفروض دم اكتر هيدخل هيحصل passive increase في السيربرال بلاد فلو هتبوظ البلاد برين بارير ما تخافش ان ده ان اي الارتفاع في الارتيريا بلاد بريشر بيؤدي الى زياده في النور ادرينرجيك ديسشارج فالنور ادرينرجيك ديسشارج ده بيعمل ايه بقى السمباثاتيك ستيميليشن ده بيعمل فازو كونستريكشن او بطريقه اخرى لما بيحصل سمباثاتيك ستيميليشن لما يحصل يبقى الضغط عالي دي حاجه تزود الفلو تاني يبقى الضغط زاد دي حاجه تزود الفلو طب والسمباثاتيك عمل فازو كونستريكشن حاجه تنقص الفلو يبقى زياده الضغط تزود الفلو ممكن يفجر اوعيه النور ادرينرجيك ديتشارج بيعمل فازو كونستريكشن ينقص الفلو يبقى الفلو يقعد ايه ثابت وبالتالي مفيش تغير ضخم في الارتيريا بلاد بريشر في المخ فما يبص البلاد برين بارير هنا بقى في كيرف تملي بيجيبه لكم لطيف قوي احب ان احنا نشوفه مع بعض انه اهو كيرف موجود عشان ده بيجي في الام اس كيو الناس خاصه اللي بتدخل المعادله بيجيبوا لهم الكيرف ده المعادله الامريكيه والكنديه يبقوا عارفينه كويس قوي الكيرف ده بيوضح العلاقه ما بين السيريبرال بلاد فلو الملي لكل 100 جرام بير مينيت ده السيريبرال بلاد فلو وعلاقته بالارتيريال بلاد بريشر احنا كنا قلنا ان تغير الارتيريال بلاد بريشر ما بين 65 ادي بنعيد الرقم تاني و140 بيبقى السيريبرال بلاد فلو كونستانت ده اللي سميناه اوتو ريجوليشن ان الضغط يتغير ما بين 65 و140 بس السيريبرال بلاد فلو بيقعد ثابت طيب لما الضغط بيزيد فوق 140 ايه اللي بيحصل المفروض ده يزود الفلو اهو يزود الفلو السمباثاتيك بيعمل فازو كونستريكشن نقص الفلو فالفلو يقعد ثابت فيبقى السمباثاتيك ثبت الفلو يعني شيفتس البلاتو البلاتو اللي هو الجزء ده اللي ما بيتغيرش فيه الضغط اللي عنده الضغط كونستانت شيفت تو ذا رايت يبقى السمباثاتيك ستيميليشن كان المفروض الضغط لما يزيد فوق 140 السيريبرال بلاد فلو هيزيد ويفجر الاوعيه اللي هي المخيه لكن لما السمباثاتيك عمل فازو كونستريكشن زياده الضغط تزود الفلو الفازو كونستريكشن نقص الفلو يبقى الفلو يقعد ثابت يبقى السمباثاتيك عمل ايه خلى الحته اللي فيها كونستانت فلو ثابته شيفتد مور تو ذا رايت فاكر مهم جدا يبقى الفازو موتور ديسشارج افكت الاوتو ريجوليشن ازاي بقى ان السمباثاتيك بيخلي الحته اللي فيها كونستانت فلو اللي هي البلاتو بارت بتاعه البريشر فلو كيرف اللي خدناه ده اسمه بريشر فلو كيرف extends to the right فالcerebral blood flow remains constant with increased arterial blood pressure طيب نيجي لتالت حاجة في regulation احنا قلنا auto regulation نمرة واحد neural regulation نمرة اتنين the role of intracranial pressure دي حتة لطيفة خالص الضغط داخل مخ intracranial pressure هنقول عنوانين صغيرين هنا Cushing reflex كنت حكيت لكم في محاضرات سيشن السابقة ان لو واحد حصل له نزيف في المخ خلاص في راجل اسمه عمل مونرو كيلي دوكتراين دوكتراين يعني عمل مبدأ دوكتراين يعني مبدأ او تعليم ثابت كده قال ان التوتال فوليوم بتاع البلد اهي التوتال فوليوم جوه المخ لازم يقعد ثابت اللي هو ايه تعال نشوفه تعال هي اوريها لك حتى مش
عشان انتم شايفين متابعين احسن. ثواني اهي. المونرو كيلي دكتراين، دكتراين يعني مبدا. خلاص حاجه كده يعني تعليم او اعتقاد او مبدا ثابت، ده معنى كلمه دكتراين. مونرو كيلي دكتراين قال ان ات اني جيفن تايم في اي وقت لازم الحجم الاجمالي للاشياء داخل الكرينيوم داخل الجمجمه يقعد ثابت. الحجم اللي هو ايه بقى؟ البلاد عارفين اللي جوه الدماغ 75 مللتر زائد السيربرو سبان فلويد 75 مللتر زائد حجم المخ قلناها مليون مره 1400 جرام. لازم مجموع الثلاثه دول يقعدوا ثابت، فلو حاجه زادت هتبقى هتاثر على الثانيه. تمام؟ تعالى بقى نرجع للكوشنج ريفلكس. كنت قلت الاتي انه واحد اتخبط حصل له نزيف في المخ. طب النزيف في المخ فكر معايا يبقى هيزود الانترا كرينيال بريشر، يبقى هيكمبرس السيريبرال فيسل جوه، يبقى الدم مش هيعرف يدخل المخ، والمخ كان نوتلي ستاند هايبوكس. يبقى لو الواحد حصل له انترا كرينيال هيموريدج زاد، بالتالي ما لازم الحجم يقعد ثابت، زاد البريشر جوه الانترا كرينيال، الانترا كرينيال بريشر زاد، يبقى الدم مش عارف يدخل خلاص، لان زياده الضغط ضغط على الفيسل. طب ما البرين هو اللي بيتحكم في كل حاجه، فالبرين يعمل حاجه رائعه، لما يلاقي الانترا كرينيال بريشر زاد وده ضغط على الفيسل ومفيش دم جاي له، يزود الضغط في عموم الجسم فالدم يدخل بالعافيه للبرين، يبقى يؤدي الى زياده في الارتيريال بلاد بريشر وعليه ريفلكسلي يقل الهارت ريت. يبقى قلت لكم بماذا يتميز نزيف المخ عن اي نزيف اخر؟ فكر معايا، اي نزيف في حته من جسمك لو نزفت من حته ضغطك يحصل له ايه؟ يقل، وعليه ريفلكسلي الهارت ريت يزيد. ده اي نزيف في الجسم الا نزيف المخ. لو حصل نزيف في المخ يبقى هيزيد الانتركرينيال بريشر، يبقى الدم مش هيعرف يدخل المخ، فالمخ يعمل حاجه هو اللي في ايده كل حاجه، مقاليد الامور في ايده، لقى ان الدم مش عارف يدخل يروح مزود الضغط في كل الجسم عشان الدم يدخل له، لان هو اهم حاجه في الجسم، وعليه الهارت ريت يقل. يبقى بماذا يتميز نزيف المخ عن اي نزيف اخر؟ اي نزيف ينقص الضغط ويزود الهارت ريت الا نزيف المخ، الا نزيف المخ عشان يدخل دم اكتر المخ برغم زياده الانتركرينيال بريشر، يزود الضغط الارتيريال بلاد بريشر ويقلل الهارت ريت. وقلت عشان كده لما تشك ان عيان عنده نزيف في المخ عنده زياده في الانتركرينيال بريشر فيري سمبل، هات امتياز يمونيتور الضغط، يقيس الضغط والهارت ريت، الضغط والهارت ريت، لو لقى الضغط في تزايد والهارت ريت في تناقص يبقى ده على طول في نزيف في المخ. البرين بيحاول يعوض ان النزيف في المخ زود الانتركرينيال بريشر فبيزود الضغط عشان يدخل الدم بالعافيه ويقل الهارت ريت. كوشنج ريفلكس حته جايه لطيفه ليها طب الفضاء. قلنا بقى يا اولاد انه المونرو كيلي دكتراين قال ان حجم الاشياء داخل المخ اللي هو المخ اللي هو 1400 جرام، الدم جوه المخ اللي هو 75 مللتر، السي اس اف اللي هو 75 لازم يقعد ثابت. طيب وعليه لو زاد الانترا كرينيال بريشر الضغط داخل المخ ده يؤدي الى كومبريشن اوف سيريبرال فيسل زي ما هنشوف. يبقى لو زاد الضغط داخل المخ بس مش بسبب نزيف هنا هنشوفها بسبب حاجه ثانيه، يبقى زياده الضغط داخل المخ بيضغط على السيريبرال فيسلز وبالتالي هينقص السيريبرال بلاد فلو اند فايس فيرسا. وتعالى ناخد مثال لطيف جدا اللي هو البايلوتس الطيارون اللي هم الحربيين بقى اللي هو بيطلع بالطياره على فوق وينزل تحت. لو الشخص ده عمل نيجاتيف جي يعني نزل بسرعه جدا بالطياره بتاعته خلاص، ده يسموه نيجاتيف جي اكسلريشن داونوردز، يسموها نيجاتيف جي، يبقى هو نازل بسرعه فبالقصور الذاتي البلاد هيطلع لفوق في منطقه الهيد، يبقى البلاد موفز تورز الهيد والارتيريال بلاد بريشر اند هيد ليفل از انكريزد والسيريبرال فيسلز مي رابتشر. ده انت عارف برضو معلومات عامه بس مش عليكم، عند كام جي يحصل رابتشر في الاوعيه؟ عشان كده بنقول للطيارين لما تيجي تنزل تعمل ديبنج وانت بالطياره جامد تخفف السرعه، لانك لو تخطيت 5 ل 7 جي من كتر ما الدم انتقل لمنطقه الهيد وهيعلي الضغط في السيريبرال فيسل هتنفجر. تعال نشوف الجسم ازاي بيكمبنسيت وبيمنع هذه الظاهره لحد 5 ل 7 جي.
بعد كده ما بيقدرش، مفيش كومبنساتوري ميكانيزم، يعني الكومبنساتوري ميكانيزم ليها حدود. تعال نشوف ايه اللي بيحصل. ان لما الاسوشيتد لما بيزيد الارتيريال بلاد بريشر، لما الشخص بينزل لتحت الدم بيندفع في الشرايين لفوق لمنطقه الهيد، فبيزيد الارتيريال بلاد بريشر ات ديليفري اوف ذا هيد، بيزيد معاها كمان دم بيندفع في الاورده كمان، فبيزيد معاها الفينس بريشر ات ذا هيد ليفل، وده بيؤدي الى حاجتين. تعال بقى نشوفها مع بعض. يعني انا بنزل لتحت خالص، فبالقصور الذاتي الدم طلع لفوق، فالارتيريال بلاد بريشر زاد، دي حاجه. الدم ما بيندفعش في الارتيز بس، بيندفع في الفينز كمان، بيزيد الفينس بريشر، فده بيقلل الافكتيف بيرفيوزنج بريشر، كميه الدم اللي بتروح للمخ بتعتمد على فرق الضغط في الارتي عنه في الفين. ارتفع الارتيرا فالمفروض دم كتير هيروح، لا ارتفع كمان الفينس، يعني الارتيرا زاد وزاد الفينس، فده بيقلل الافكتيف بيرفيوزنج بريشر، خلي كميه الدم اللي تدخل انسايد الفيسل تبقى قليله، الشد من انسايد الفيسل قليل. لسه في حاجه ثانيه، لما بيزيد الدم في الفينز، احنا قلنا الراجل قال كل الحجم لازم يقعد ثابت، لما بيزيد الدم في الفينز بيزيد الانتراكرينال بريشر، فلما يزيد الانتراكرينال بريشر ده بالعكس بقى بيضغط من بره على الفيسلز، بيسبورت الفيسل من بره، يعني زياده الفينس بريشر، الارتيريا زاد وزاد الفينس، خلت الفرق قليل، خلت الدم اقل يدخل من جوه، الدم اقل، لما زاد الفينس بريشر زود الانتراكرينال ضغط على الفيسل من بره تو سبورت ات. دي الكومبنساتوري ميكانيزم، شيء رائع. يبقى ديورينج اكسلريشن داونورز اللي هو نيجاتيف جي، البلاد هيمشي تو ذا هيد لفوق، فالارتيريا بلاد بريشر اند ليفل اوف ذا هيد يزيد، ممكن الفيسل ترابشر. الكومبنساتوري ميكانيزم ان ما بيزيدش بس الدم في الارتيريا، بيزيد كمان الفينس بريشر، وده بيمنع الرابشر بطريقتين، زاد الارتيريا وزاد الفينس، فالفرق ما بينهم اللي هو الافكتيف بيرفيوزنج بريشر يقل، لان زاد الارتيريا وزاد الفينس، يبقى الفرق اهو قل، الاثنين زادوا يبقى مفيش فرق بينهم. prevents marked increase في السيريبرال بلاد فلو انسايد ذا سيريبرال فيسل اللي هو ممكن يفجرها من جوه. لما زاد الفينس بريشر زاد الانتراكرينال بريشر، بقى مكونات المخ اكتر، في دم في الفينز اكتر في المخ، مكونات المخ زاد الانتراكرينال بريشر، ده بقى من بره بيسبورت السيريبرال فيسل فروم اوت سايد، يبقى منع الزياده فروم انسايد وزود الضغط على الفيسل من بره تو بريفنت ذا رابتشر، اند فايس فيرسا في حاله البوزيتيف جي. نيجي الموضوع الاخير وهو البرين ميتابوليزم. برضه بالفيك برينسيبلز ممكن نحسب الكونسومشن اور برودكشن اوف اني سبستانس باي ذا برين من نفس المعادله. انت لو رجعت المعادله اوريها لك هنا حالا، اللي هي بتاعه نشوفها حالا اهي، معادله السيريبرال بلاد فلو بيساوي الاماونت تيكن باي ذا اورجان ديفايدد باي الارتيريو فينس ديفرنس. طب الاماونت تيكن بتساوي ايه بقى؟ من نفس المعادله تساوي السيريبرال بلاد فلو تايمز الارتيريو فينس ديفرنس، دي تيجي مضروبه هنا. يعني كلام حساب بسيط جدا. وهدي مثال برضه، مثال طفولي. دلوقتي ان عاوز اعرف البرين بياخد قد ايه نيتروس اوكسايد. لو الارتيريو فينس ديفرنس قلنا ان كل 100 سنتي دم دخلوا فيهم 50 طلعوا فيهم 30 في الفينز، يبقى من كل 100 البرين بياخد كام؟ 20. طب لو قلت لك ان البرين دخلوا 10 ميات يعني 1000 سنتي، يبقى البرين خد كام؟ هو بياخد 20 من كل 100، طب هو دخله 1000 10 ميات يبقى خد 200، يبقى الاماونت تيكن بتساوي ايه بقى؟ السيريبرال بلاد فلو تايمز الارتيريو فينس ديفرنس. تاني كلام، انا مش عارف الطلبه حاجه حسابيه بتلخبطوا. البرين بيدخل فيه 50 في كل 100 سنتي ارتيريال بيطلعوا الفينس فيهم 30، يبقى دخلوا 50 طلع 30، يبقى البرين خد 20 ملي جرام من كل 100. طب لو قلت لك هو بيدخله في الدقيقه 1000 وبياخد 20 من كل 100، لما يدخله 1000 ياخد كام؟
الألف عشر مئات، يبقى هو بياخد من المئة عشرين، يبقى من الألف، الألف اللي عشر مئات ياخد مئتين، من نفس المعادلة بتاع الفيك برينسبل. طيب positive value indicates consumption، يعني لو طلع positive value زي الحسبة اللي عملناها معناها consumption. negative value indicates production، لو الفينز طلع فيه اكتر من الارتري يبقى البرين ما بياخدش، البرين بيدي، ففي الحاله دي ارتيريال ناقص فينس، الفينس اكبر، يبقى هتطلع الاشاره نيجاتيف، يبقى النيجاتيف فاليو انديكيتس برودكشن، اللي هي ببساطه شديده معناها ان طلع الفين فيه اكتر من ما دخل، يبقى البرين مش خد، البرين بيدي، يبقى انديكيتس برودكشن لان الفينس اعلى من الارتيريال. كلام طيف. نيجي الاوكشن كونسامشن، البرين بيستخدم 20% من التوتال بودي اوكسجين ريستينج كونسامشن، البرين يستخدم 20% من الاوكسجين ريستينج كونسامشن. البرين از اكستريملي سنسيتيف تو هايبوكسيا، لا يتحمل البرين الهايبوكسيا، اكستريملي سنسيتيف تو هايبوكسيا. تخيل لو حصل اوكلوجن في البرين بلاد سبلاي لمده 10 ثواني تفقد الوعي، الشورت از 10 سكندز يحصل unconscious كوما، البرين حساس جدا للهايبوكسيا. طب البرين يوجد نوعان من الوظائف في البرين، في عندي الانتلكتشوال فانكشن اللي هي الوظائف اللي فيها ذكاء دي بتاعت السيربرال كورتكس، وفي فيجيتاتيف فانكشن اللي هي بتشغل القلب وتشغل الرئه تخليك حي، فيجيتاتيف اللي هي موجوده في البرين ستيم اللي هو الكاردو فاسكولار سنتر سباتو سنتر، دي مور ريزيستنت تو هايبوكسيا. يبقى اللي حساس قوي للهايبوكسيا هو الانتلكتشوال بتاعت الكورتكس، اللي ريزيستنس هو الفيجيتاتيف اللي موجوده في البرين ستيم اللي هو القلب والرئه. فلو حصل ساعات عيان جاله كاردك اريست فوقف القلب، مفيش دم، مفيش اوكسجين داخل، لا دم ولا اوكسجين داخل البرين، نجحنا ان احنا نشغل القلب تاني، نعمل ريكفري. لو ما شغلناش القلب بالسرعه الواجبه العيان يرجع تاني قلبه يشتغل والرئه، بس الانتلكتشوال فانكشن باظت، يبقى العيان كده في غيبوبه، يقعد في غيبوبه كده لان باظ الانتلكتشوال فانكشن. زي الجدع اللي هو الشارون ده اللي قعدوه 40 سنه فيجيتاتيف جاست، يعني قلب ورئه شغالين لكن ما فيش دماغ خالص، هو بالاول ما كانش فيه دماغ خلاص، اللي هو كوما. عشان كده لما يحصل كاردك اريست لازم بسرعه تشغل قلب باسرع سرعه قبل ما يبوظ الانتلكتشوال فانكشنز اللي هي الاهم بتاعت كورتكس، لانها الفيجيتيف مور ريزيستنس، تقدر تقاوم اكتر هايبوكسيا. دي لا، دي حساسه جدا، بس ترجع القلب يشتغل بسرعه عشان يرجع الدم والاوكسجين بسرعه. طيب انتقل للصفحه الاخيره، البيزال جانجليا دي بتستهلك اكتر من اكتر الحته، ده سؤال مش كتير مهم جدا، فيري هاي ريت اوكسجين كونسامشن البيزال جانجليا. طيب دي ايه التطبيق الاكلينيكي؟ انه لو عيان عنده كرونيك هايبوكسيا، يعني نقص مزمن في الاوكسجين، يبقى مين اكتر حتتين هيتاثره اللي بتستخدم كتير؟ اللي هي البيزا جانجليا، البيزا جانجليا هتاثر لانها دي بتستخدم كميات كتيره جدا الاوكسجين ناقص، يبقى يحصل باركنسونيزم، الشلل الرعاش، سموه باركنسونيزم، ايزم يعني مرض، والراجل اللي اكتشف المرض اسمه باركنسونيان، فعشان كده بيسموه باركنسونيزم، راجل بريتش انجليزي، باركنسونيزم الشلل الرعاش. ونمرة اثنين قلنا مين الحته اللي تتاثر اكتر من نقص الاوكسجين؟ قلنا الانتلكتشوال فانكشن بتاع السيربرال كورتكس، يبقى يحصل انتلكتشوال ديفيسيتس، يعني خلل في القوى اللي عاوزه ذكاء. هذه التطبيقات الكلينيكيه تبقى عارف اكتر حته بتستخدم البيزا جانجليا يبقى يحصل باركنسونيزم، اهم حته بتتاثر فيري سنسيف هي الانتلكتشوال فانكشن، اقلهم المور ريزيستنس اللي هو الفيجيتاتيف فانكشنز. نيجي الانرجي سورس، قلناها قبل كده يا اولاد، مين المين فيول يوزد باي ذا برين؟ جلوكوز ذا ميجر سورس اوف انرجي فور ذا برين، اكتر من 90% واكتر بياخدهم البرين من الجلوكوز. اوعى تنسى سؤال ام اس كيو مهم جدا، قلنا الجلوكوز ده لازم عشان يدخل جوه الخليه، السيلز بيتشال على ترانسبورتر، جلوكوز ترانسبورتر، عندنا جلوكوز ترانسبورترز كتير، مين الجلوكوز ترانسبورتر اللي مهم لحمل الجلوكوز للبرين؟ قلت البرين اهم حاجه في جسمك، افتكرها كده،
يبقى الجلوكوز ترانسبورتر بتاع البرين هو نمبر 1. البرين نمبر 1 يستخدم جلوكوز ترانسبورتر نمبر 1. طب ثالث معلومه، البرين ودي من 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 يعني عظمه الخلق والخالق، من الانسجه القليله الذي لا يحتاج انسولين. انسولين از نوت ريكوارد فور موست سيريبرال سيلز تو يوتيلايز جلوكوز، لا يحتاج انسولين لاستخدام الجلوكوز، والا كان كل العيانين اللي عندهم مرض السكري ونقص في الانسولين كانوا تاثروا. هيستخدموا ازاي الجلوكوز وهو محتاج انسولين؟ فربنا خلى البرين ضمن الانسجه القليله التي لا تحتاج الى استخدام الانسولين، لان الجلوكوز ترانسبورتر بتاع البرين نمبر 1 نمبر 1 does not depend on insulin. اللي بيعتمد على الانسولين نمبر 4 بتاع العضلات والاديبوز تيشو مش 1. طب احنا بنقول البرين بيستخدم 90% جلوكوز من الطاقه، طب هل بيستخدم اذر سبستانس؟ طبعا ممكن يستخدم اذر سبستانس عشان يحصل على انرجي، خاصه في حالات البرولونج ستارفيشن اللي هو المجاعات الطويله والكونفالجنس اللي هو التشنجات، لانه عاوز طاقه كتير قوي قوي، الجلوكوز لا يكفي بالحاجه فبيستخدم اذر سبستانس. طيب نيجي الحته اللي بعدها، كل دي اسئله ام اس كيو. يبقى 90% من الطاقه من الجلوكوز، يحتاج جلوكوز ترانسبورتر نمبر 1. تاني معلومه في الام اس كيو، البرين في معظمه لا يحتاج الى انسولين. مين الحته في البرين بنقولها في الاندوكراين اللي يعني مشهوره قوي في البرين وتحتاج الى انسولين عشان تستخدم الجلوكوز؟ الحتة الوحيدة في البرين الأساسية اللي هي الساتايتي سنتر، مركز الإشباع، عشان يستخدم الجلوكوز عاوز انسولين. طيب نيجي للحتة اللي جاية دي لطيفة قوي، جلوتاميت اند أمونيا. الجلوتاميت بيدخل برين اسوشيتس ويز أمونيا. الأمونيا دي مادة سامة جدا، فيري توكسيك تو ذا نيرف سيلز، مادة سيئة جدا الأمونيا النيرف سيلز. فربنا بيخلصنا منها ازاي؟ يدخل الجلوتاميت يروح ماسك الامونيا، يأسوشيت الامونيا، يتحد مع الامونيا ويطلع من البرين از جلوتامين. شيء رائع، جلوتاميت يدخل برين يروح ماسك الامونيا وطالع از جلوتامين. العكس يحدث في الكيدني، في الكيدني بالعكس، الجلوتامين يدي امونيا وجلوتاميت. ليه؟ لان في الكيدني انا عاوز امونيا، في الكيدني الامونيا فايتس الاسيدوزس، بتحارب الاسيدوز، فالرياكشن يحصل بالعكس، وهذا يدل على انه وراء الخلق خالق. تصور معادله وعكسها، كل واحده تحصل في المكان الصح. البرين ما يحتملش الامونيا، فيري توكسيك، بتوقف نشاط النيرف سيلز، فيدخل الجلوتامين يروح ماسك الامونيا وطالع اسجلوتامين. في الكيدني العكس، عاوزه امونيا، عاوزه امونيا تو فايت الاسيدوزس، فبالعكس الجلوتامين يدي امونيا وجلوتاميت. طيب الرياكشن ده قلنا ايه اهميته في المخ؟ سائلين بيشتغل از ديتوكسيفاينج ميكانيزم عشان بيخلص البرين من الامونيا. الامونيا از فيري توكسيك تو ذا نيرف سيلز. لو الامونيا زادت في المخ بيحصل انتوكسيكيشن، تسمم، ودي الميجر كوز اوف نيورولوجيك سيمبتومز ان هيباتيك كوما. العيانين اللي عندهم غيبوبة الكبد بيبقى الميكانيزم ده مش شغال، ففي كميات من الأمونيا كتيرة جدا أكتر من مقدرة البرين يتخلص منها، فمن كتر الأمونيا في البرين بيحصل غيبوبة لأنها بتقلل نيرف سيلز أكتيفيتي، يسموها غيبوبة الكبد. طيب خد بالك بقى، العيان اللي بيحصل له ستروك، يعني ايه ستروك؟ يعني مفيش دم رايح للمخ، يبقى بيحصل البرين يحصل له اسكيميا. تمام، ايه اللي بيحصل؟ الاستروسايتس اللي هو اكتر خلايا في المخ، لما 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 البلاد اللي رايح للمخ ايه اللي ما تشتغلش، فما تعرفش تريديوس الابتيك اوف جلوتاميت باي استروسايتس. اللي بياخد الجلوتاميت ده ويخليها تحت مع الامونيا هو الاستروسايتس، مفيش بلاد رايح للمخ، البلاد اللي رايح للمخ قل، الاستروسايتس مش هتعرف تاخد الجلوتامين، ومش هتعرف تخلصك منه بانها تحوله لجلوتامين وامونيا. خد بالك بقى، الجلوتاميت يعني قلنا ان الجلوتاميت لما يزيد مصيبه، الامونيا لما تزيد مصيبه. شوف الجلوتاميت لما يزيد هيحصل ايه؟ الجلوتاميت ده مفروض ان هو بالكميات المعقوله المعتبره بيبقى اكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر، لكن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. لو زاد الجلوتاميت قوي
الاستروسايتس هي اللي كانت بتعمل المعادله دي. الاستروسايتس مش شغاله، اللي هي اكتر خلايا في البرين، بسبب ان مفيش دم راح لها، في برين اسكيميا. فهتسيب الجلوتاميت. الجلوتاميت ده بدل ما هيعمل مجرد اكسايتيشن للنيرف سيلز، هيبقى اكسايتوتوكسيك، يعني من كتر الاكسايتيشن يعمل توكسيستي والدامج وديث للنيورونز. يبقى سبحان الله، جلوتاميت مع امونيا يدي جلوتامين، خلصك من مصبتين. الامونيا دي توكسيك تو ذا سيلز، فيري توكسيك، دي عامل ديكسيفيكيشن. الجلوتاميت لو زاد امتى ده يزيد؟ قلنا في حاله تانية، لو الاستروسايتس اللي هي بتعمل الرياكشن ده مش شغاله، ان مفيش دم رايح للبرين كفايه. بدل ما هو اكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر، هناخده في النيرفس سيستم او تسمعه في محاضرات النيرفس سيستم، هيعمل اكسيتيشن لدرجه ان توكسيستي ويبوظ ويموت النيرف سيلز. نيجي بقى من اهم الامراض في المخ، اللي هو الستروك، اللي هي الصدمه الدماغيه، اللي هي الناس اللي بيجي لها شلل نصفي مثلا كصدمه دماغيه. دول يوجد نوعان من الصدمه الدماغيه. النوع الاول اللي هو اسمه هيموراجيك ستروك، يعني واحد حصل له نزيف في المخ. دي تحصل لو حصل رابتشر في الارتري او في الارتريول، في الشريان او الشريان صغير. احيانا مش دائما، احيانا الرابتشر ده بيبقى سببه ايه؟ sometimes but not always بيحصل at the site of small aneurysm. aneurysm اللي هو تمدد في الشريان، يبقى عيان كده عنده حاجه خلقيه تمدد في احد شرايين المخ، فيقعد يتمدد وينفجر. بس مش ده sometimes، غالبا الانفجار بيبقى مثلا بسبب زياده في ضغط الدم الشريان. ده الهيموراجيك ستروك، ودي على فكره مسارها وحش قوي. يعني لما يحصل ستروك بسبب نزيف في المخ، انقاذه اصعب من الحاله اللي بعدها اللي هي اسكيميك ستروك. ستروك بسبب ان مش حصل نزيف في المخ، مفيش دم جاي للمخ، واحنا قلنا المخ بيعتمد على الاكشن وفيري سنسيبل هايبوكسيا. اسكيميك ستروك اوكيرز وين ذا فلو ان ذا سيريبرال فيسل از كومبرومايزد، لما الفلو في السيريبرال فيسل بيقل. فالاول يحصل اسكيميا زي ما قلنا، عشان كده يسموها اسكيميك ستروك، وبعدين تموت المنطقه اللي مش جاي لها دم، لان قلنا الانستيموزيس في اول محاضره مش كافي انه لما حته تبطل يجي لها من حته اخرى. طب دي بتحصل ازاي؟ بسبب تصلب الشرايين بتاعت المخ، اثيروسكليروتيك بليكس. خلاص، سكليرو يعني صلبه، بليكس يعني لوائح، لوائح صلبه في الارتريز، اثيروسكليروتيك بليكس، لوائح صلبه بتصلب الشرايين. اون توب عليها بقى يحصل جلطه ثرومباي، يبقى بتبتدي تصلب شرايين مخ فيحصل له جلطه في المخ. قصه مشهوره يعني متابعه معروفه، يقول لك فلان جاله تصلب في شرايين المخ، حصل له جلطه في المخ. تصلب في شرايين القلب، جاله جلطه في القلب، اللي هي بنسميها الاسكيميك ستروك. لكن برضو احيانا الثرومبس دي ما تحصلش في المخ كنتيجه لان في تصلب في الشرايين، ممكن تيجي من حته ثانيه. عيان يبقى عنده اتريال فايبرليشن، اللي هو عنده رعشه في الاذين، فالاذين ما بينقبضش بتاع القلب، ما بيضخش الدم، فالدم يستجنيت يركض في الاذين، فلما يركض الدم يحصل جلطه، والجلطه دي في الاذين تسرح تروح المخ. يعني اليوجوال ان الواحد يحصل له تصلب في شرايين المخ، وعلى التصلب دي الالواح الصلبه الصغيره يحصل جلطه ويتقفل، يبقى في اسكيميا، مش حته رايحه المخ، دم رايح المخ، الحته دي يحصل لها اسكيميا، نقص في الدم، وعليها انفاركشن تموت، لان الناحيه الثانيه ما بتقدرش تعوض، قلنا لا في القلب ولا في المخ اللي هم الحاجتين المهمين. لكن ممكن تبقى الجلطه دي مش حاصله على تصلب شرايين، حصلت في حته ثانيه، فعيان عنده اتريال فايبريليشن، الاتريا اللي هو الاذين بتاع القلب بطل ينقبض، حصل جلطه، الجلطه دي وصلت للمخ، عشان كده ما بنسمحش العيان يبقى عنده اتريال فايبريليشن، بنخاف جدا انه يحصل رعش الاذين، عاوزين نشغل عشان ما يحصلش جلطه وتوصل المخ وتؤثر. طب العلاج نعمل ايه بقى؟ العلاج طبعا ان يحصل نزيف اسوأ من ان يحصل جلطه. جلطه حالة أحسن شوية. بندي كلوت لايسينج دراجز، يعني أدوية تسيح الجلطة، بس لازم بسرعة. يعني أول ما يحصل جلطة نديله دواء يسيح الجلطة، اللي هو زي التي بي إيه، تيشو بلازمينوجين أكتيفيتور، تي بي إيه ده. بس خد بالك لازم تبقى متأكد إن ده اسكيميك ستروك.
لانه لو بسبب نزيف الستروك ده نزيف والديد ده يبقى انت اسرعت بقتل العيان انه عنده نزيف ومنعت التجلط كمان يعني نزيف وعملت تجلط فدي كونترا انديكيتد انهيبيتش. تاني حاجه احنا قلنا لما بيحصل اسكيميا بيحصل ايه الاستروسايتس ما بتشتغلش بتسيب الجلوتاميت يزيد 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 من كتر ما اكسايت النيرونز يسيب النيرون يبوظها في الاخر يبقى يعمل توكسيك دامج وديت للنيرونز فلازم تدي انتي اكسايتو توكسيك تريتمنت لان الجلوتاميت بيعمل اكسايتو توكسيك دامج الجلوتاميت بيعمل اكسايتيشن عن توكسيستي يسموها اكسايتو توكسيك دامج يبقى تدي ادويه تمنع الاكسايتو توكسيك دامج باي جلوتاميت ودي ادويه جديده خالص انتي اكسايتو توكسيك تريتمنت برضو لازم تديها فيري ايرلي ان ذا كورس اوف ستروك يبقى يوجد نوعان من الصب الدماغيه يا اما نزيف ودي اكثر خطوره يا اما اسكيمي النزيف قلنا عباره عن انفجار في احد شرايين المخ كانت تيجي مثلا ارتفاع الضغط ساعات بيبقى بسبب وجود تمدد خفيف في احد شرايين المخ اما الجلطه دي غالبا تصلب في شرايين المخ ادى الى جلطه لكن ساعات الجلطه تيجي من بره زي في الاتر فابريش دي حاله احسن شويه لان ممكن لو بسرعه ندي حاجه تساح الجلطه وبعدين ندي حاجه تمنع ان الجلوتاميت يكسايت الخلايا العصبيه ويموتها يعني نمنع عمليه الاكسايتو توكسيك دامج دي بإن ندي أنتي إكسايتو توكسيك دراج. يعني بأشكركم على حسن إنصاتكم وألقاكم بإذن الله قريبا في محاضرة جديدة وحتى ذلك الحين أسأل الله أن يوفق لكم التوفيق. شكرا أشكركم.